بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده انا في غايه السعاده انه ده الاجتماع العلمي باستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس مع مستشفى من اجمل المستشفيات اللي موجوده في الداخليه، مدينه النصر، فريق مدينه النصر كله. طبعا احنا رحنا لكم قبل كده دكتور رضا مع دكتور جمال ابو المعاطي ودكتور تهامي، واحنا بنكن لكم كل الاعزاز والاكبار. والنهارده هيسعدنا ان احنا نسمع منكم حال. احنا هنا طبعا في المنصوره في مركز الكلى، معانا الاخوه الاعزاء دكتور محمد كمال نصار مقرر رابطه الكلى بالداخليه ومدرس الكلى، دكتور عماد مجدي مدرس الكلى، طبعا دكتوره سلوى الوصيف صاحب المكان، احنا كلنا، ودكتور معتصم الكو هوست يعني معايا في التكنيكال سبورت. احنا طبعا بيسعدنا نسمع اول حاله، والبرنامج النهارده انتوا هتعرضوا من عندكم الحاله او اكثر على حسب ما انتم محضرين، هنعيشها معاكم. وبعد كده ان شاء الله هقدم الدكتور محمد كمال نصار يدينا محاضره، اخترنا العنوان ده لانه فيري كومن بروبلم في الداليسيس، وهنسمع منه الكلام الابديتد وفي نفس الوقت براكتس اورينتد هاو تو ديل ويز ون اوف ذا موست كومن كومبليكيشنز في الدانس اللي انترا دايتك هيبوتنشن. الميكروفون مع دكتور رضا من مدينه النصر، بحييك ثاني وثالث ونسمع منك الحاله. اتفضل يا دكتور. شكرا دكتور حسين، طبعا لنا الشرف ان احنا نكون في تيلي كونفرنس او يعني تيلي كونسلتيشن مع اساتذتنا في مركز الكلى وجامعه المنصوره، وان شاء الله يبقى كونفرنس جميل واحنا نستفيد منه ان شاء الله. انا اخترت حاله من حالات الكريتيكال نفرولوجي اللي دايما يعني بنحتاج فيها ديسيشن ميكنج ويبقى بسرعه عشان طبعا نفيد العيان. فدي حاله كانت عندنا من شهرين في الاي سي يو، 18 يير ميل ستودنت ويز اكيوت جاسترونترايتس اند ديتيريوريتنج رينال فانكشن. جميل. الحقيقه هو ستودنت في ثالثه ثانوي ونو هيستوري اوف سيجنيفيكانت ميديكال ايلنس، جه بعد اربع ساعات من الداتا بتاعه باكيوت جاسترونترايتس للاستقبال في اول الليل كده، كوليك ابدومينال بين فوميتنج اند دايريا ويز ريليفنت باست اند دايت هيستوري، نو هيستوري اوف سموكينج، نو هيستوري اوف سيميلر كونديشن ان هيز فاميلي. في الاستقبال اخذ 500 سم رينجر و500 سم سلاين، انتي ايبيتك و اتش 2 بلوكر وانتي سبازموتك، حاجات يعني سيمتوماتيك تريتمنت، وديستشارجد على اوميبرازول و نيتازوكسانايد ومترولازول سيبروفلوكسين. دكتور رضا ساسين جه في نص. دكتور رضا عن اذنك، دكتور رضا، هو لما اديته انت الفلويد في الاي سي يو في الاستقبال الرينجر والسلاين والكلام ده، كان في متابعه لوظائف الكلى والالكترولايت؟ لا ما كانش فيه، هي اتعاملوا معاها على انها يعني جاسترونترايتس عاديه واخد فلويد وسيمتوماتيك تريتمنت. طيب خد فلويدز بعدها اتعاد الكرياتين اتحسن؟ لا ما لسه هنشوف الـ يعني السيناريو بتاع الحاله زي ما حضرتك. طيب اوكي، يعني هو ما زال في الاستقبال وانت هتعمل له تحاليل وهتورينا البروجريس بتاع الكيس. لا هو اخذ الحاجات دي في الاستقبال و... طيب خرج من الاستقبال راح فين؟ شارج من الاستقبال روح. طيب اوكي ديس تشارج تمام. طيب اوكي انا استاذنك بس علي الصوت من عندك شويه. حضرتك سامعني؟ سامعك كويس بس علي كمان شويه. تمام ماشي. هو كان في الاستقبال اخذ الفلويد وديستشارجد على يعني بي بي اي وانتي دايريال وانتي بروتوزوال وسيربروفلوكساسين انتي بيوتيك. جيت رجع تاني الاستقبال في نص الليل كده كوماتوزد واتضح ان هي هايبوجلاسيميك كوما، اخذ ديكستروز 25% فاق وديستشارجد اجين. وبعدين جه بقى في النكست مورنينج بديستربت كونشس ليفل وسيفير هايبوتنشن وساينوزيس، فتعمل له اي سي يو ادمشن. جميل. الاكزامينشن بتاعه كان فري يعني ابارت فروم بيل سكين وكولد ساينوزد اكستريميتيز، ودي كانت الفيتال ساينز بتاعته. البلاد بريشر كان اكستريملي ريديوسد 70 40 ملم ميركوري، وكان في ساينس تاكيكارديا والتمبريتشر بتاعته كانت 36
وكان يعني مايلد تاكيبنك كده 22 ريس بير مينت، وكان اليورين اوتبوت بتاعه 500 سي سي في 24 ساعه. اوكي. ده كانت الانيشال لاب بتاعه، الكريات بتاعه كان 2.5، البراديوريا 69، الالكترولايتس كانت كويسه، بس كان في الليفر انزيمز كانت انكريزد 4-5 فولدز في الجي بي تي والجي او تي، وبقيه الليفر الفانكشن كانت كويسه جدا. السي بي سي الوات بلاد سيلز بتاعته كانت 6.1، الهيموجلوبين 12، كان بس في ثرومبوسايتوبينيا البليتس بتاعته 106,000. اتعمل له رينال الترا ساوند نو باك بريجر، الافريج سايزد كيدنيز، جود كورتيكو مدلر ديفرنشيشن، بس كان في جريد 1 نفروباسي على الرايت كيدني وجريد 2 نفروباسي على الليفت كيدني. البلفي ريست اوف بلفي ابدومينال الترا ساوند كان فري، والايكو كان فري، والاي في سي دايمتر كان 1.5 سنتي. ده الانيشال اي بي جي اللي اتعمل له، كان في سيفير ميتابوليك اسيدوزيس، البي اتش بتاعته 6.9، الباي كارب اباوت 8. السؤال بقى اللي احنا يعني سالناه ده الانديكيشنز بتاعه الهيموداياليسيس او الرينال ريبلسمنت ثيرابي في الاي بي اي، ذكر منها السيفير ميتابوليك اسيدوزيس بي اتش اقل من 7.15 والبيشنت بتاعنا 6.9، وقال ان البي اتش اقل من 7.15 دي ابسولوت انديكيشن تو ستارت هيموداياليسيس. فالسؤال ريجاردنج الهيموداياليسيس، هل هو انديكيتد من بدري كده في ذيس بيشنت، ولا استنى عليه شويه لما ياخد السبورتيف تريتمنت؟ يعني ده اول سؤال انت بتساله على الحاله. يعني احنا العيان السؤال ده في اناليس شويه، انا بدعو دكتور محمد كمال نصار هيجي سمرايز الجزء الاولاني ده ونناقش بعض النقاط، لان انا برضو لما يجي العيان شوك لاستقبال او سيفير جاسترونترايتس، وانا قلت من الاول ان في لينا ديسفانكشن انا ما خرجوش الا لما اطمن الكيدني فانكشن اخبارها ايه وبدا يجيب بول ولا لا، فده كان بري ماتور بالشارج من الاستقبال الصبح. لما جه اخر النهار شوك وهايبوتنسيف وسيفير اسيدوزيس ومعاه هايبوجلاسيميا، انا مش عارف ده سيفير سبسس، هو ما كانش دايابيتك اساسا صح؟ لا ما كانش دايابيتك. دكتور محمد الدكتور محمد برضه هيطرش بعض النقاط، هيراجع معانا السمري كده قبل ما نخش على الاجابه على السؤال امتى نعمل داليسيس في الاكيوت كيدني انجري. اتفضل دكتور محمد. طبعا دكتور محمد كمال نصار مدرس الكلى ومقرر رابطه اطباء الكلى في الدقهليه. اتفضل. السلام عليكم دكتور غزال. اهلا وسهلا دكتور محمد. يعني خلينا بس نسمرايز كده بعض النقط. انت حضرتك قلت ان هو كان جاي بتيبيكال جاستروترايتس وبعد كده خرج ورجع لكم تاني بستيل كونشس ليفل على اعتقد. تمام. مظبوط. وخد برضه خد بعض اللي كان في هايبوجلاسيميا، خد جلوكوز صح كده؟ وبعد كده خرج ورجع لكم تاني بشوك تقريبا. تمام. هو طبعا زي ما الدكتور حسين موضوع التشارج يمكن في المره الاولانيه ماشي اكسبتد شويه، انما يمكن في المره الثانيه مع الهايبوجلاسيميا دي كانت محتاجه اناليسيس. يعني الهايبوجلاسيميا دايما بتبقى يعني من الايرلي ماركرز هنا احيانا في حالات السيبسيس زي ما الدكتور حسين بيقول، ومعناه ان في اورجن ديسفانكشن موجود عنده. السؤال اللي حضرتك بتساله بخصوص الدياليسيز، انت عندك طبعا سيستم ميتابوليك اسيدوز، لكن اعتقد هو اكسبلين مش برين الامبيرمنت اكتر، هو اكسبلين كمان بالشوك اللي عنده غالبا الكتريك اسيدوز. تمام. فانت هيبقى يعني الاولويه بتاعتك دلوقتي انت كنترول الجنرال كونديشن بتاعت الهيموداينامكس، شوف الشوك ايه سببها، هي هايبوكوليميك شوك ولا هي كارديوجينيك شوك ولا هي سيبتيك شوك، يعني محتاج تاسيس الفوليوم ستيتس بشكل كويس ولا ممكن تستعين بالسي بي بي لو انت عندك اصابه في الاسسمنت، محتاج طبعا تدي فلويد زي ما شفت والافضل تبقى جايدد بالموتورنج، والكوركشن بتاع الاسيدوزس كويس برضه ما تديش عليه بيت شويه، لان لو قرر ممكن انت تعمل مافريكتك اسيدوزس، يعني يمكن لو في سيفير اسيدوز اقل من 7 ممكن نقدر ندي في المرحله دي بيكربونات، لكن خلاف كده البيكربونات مش مستحب عشان الباوند الكالوز اللي بيحصل. فانا يعني رايي ان انت الهيموداياليسيس دلوقتي لسه بدري عليه، لان محتاج سبورت هيموداياليسيس بتاعته، تدي فلوكس، تشوف الفوليوم بتاعك، تشوف الغاز المتروب ولا مش غاز المتروب، تعمل اناليسيس كويس هل في سيبسس في مكان معين واضح ولا لا، جواز اعتقد جلوكوز انفيوجن والجلوكوز بينزل منك مع كونتينس الموتورنج،
واتاكد قصه الدرس شويه لحد ما تشوف الورقه الثانيه هتمشي معاك ازاي وتقدر شويه الزمن. تمام. انا بشكر الدكتور محمد طبعا على المداخله الجميله بتاعته، وانا لابد اوزع العين كله على بعضه. البايكارب هنا رغم ان في طبعا ديبيت على البايكارب قد اي في بايكارب، انا هنا هدي على اي في بايكارب، ولكن انا كنت احب اعرف الهيموداينامك ستاتس بتاعت البيشنت ده وكل رضا هو وضعه ايه دلوقتي في وجود السيفير اسيدوسس اللي موجود ده. انت قلت لي البي اتش كان انت هنا الوقت في السلايد دي جايبه سبعة وحاجة، لكن قبل كده كان البي اتش 6 و9. الوقت اللي 6 و9 كان البلاد بريشر بتاعه اخباره ايه؟ البلاد بريشر ده الانيشال كان اول ما دخل كان 70 على 40. 70 على 40 ده فيري لو بلاد بريشر. انا هنا لازم ادي فلويد وادي ممكن ادي حتى نور ادرينالين، لانه انا يمكن ابعت لك لينك لمقاله لذيذه جدا نازله في الكرنت ايشو في كيدني انترناشونال على الفلويد ثيرابي الكريتيكال ايل بيشنتس، وانه المونيتورنج اللي انا اللحظه دي لابد اسيف العيان اعمل سالفج لهذا البيشنت من السيفير هيموداينامك كومبرومايز، ان انا ادي فلويدز ادي سلاين. طبعا هتقول لي ده في اسيدوزس، انا هنا لاكتيت، انا هنا الاولويه لتصليح الشوك ستيت اللي موجود، فانا اصلح الشوك ادي بايكارب اي دي بايكارب ادي نور ادرينالين لان انا مش عارف في سبسس ولا لا. تمام. وهنا هيبقى نور ادرينالين عشان ارفع البلاد بريشر شويه مع الفلويد تريتمنت، وبعد كده هاخد نفس واشوف. انت لو وصلت العيال وضعه 70 40 على الدياليسيس ممكن تفقده اللي هو هايبوفليميك، فالاولويه هنا ستيب 1 الفلويد كوركشن، ثم لما يتحسن الهيموداينامك بروفايل والعيال لسه ما بيجيبش بول والفوليوم ستاتس بقى كويس، ففي الحاله دي انا ممكن ابدا سلو كوردينا ثيرابي او ابدا سليت. لكن لو هو جاي الوقت سيفير اسيدوزس وهاي بوتنشال، الاولويه بتاعي هدي فلويدز هدي بايكربونات امونيتور كويس واشوف انا اعمل ايه الخطوه اللي جايه. دكتور عماد اتفضل تعالى هنا. دكتور عماد بن مجدي طبعا مدرس الكلى، انت لازم تتكلم معاه. دكتوره سلوى برضه لو عاوزه تقول رايك تعالى. دكتور عماد مجدي اتفضل. السلام عليكم دكتور رضا. نقطة مهمة جدا بس احب اضيفها في السنة ده، اضافة على كلام الدكتور محمد كمال والدكتور حسين، التوكسيكولوجي سكرين كمان في السن ده احنا طبعا عارفين انه كمان ترامادول مشكلة كبيرة. احنا عملوا دراسة في مستشفى الطوارئ على الناس اللي داخلين على لهم ليفل ترامادول، لو ان احنا بنتكلم في حوالي 40-50% عندهم ليفل حتى لو مش بالانتوكسيكيشن. الترامادول ريبورتد معاه حالات كارديوجينيك شوك من الانتوكسيكيشن بتاعه. التوكسيكولوجي سكرين متوفر عند حضرتك في الاستقبال ولا لا؟ بيعملوا ايه فيه؟ ممكن ده يكون نقطه نسمع. خليك معايا دكتور رضا. دكتور عماد يعني قال استبق الاحداث، يعني يمكن انا كان السكند كومنت هيبقى وجود السيفير اسيدوز دوت، انا هقيس السيرم لاكتيت عشان لو لاكتيت عالي ده يبقى انا فعلا بتعامل مع حاله سيبتك شوك. الحاجه الثانيه لو اللاكتيت مش عالي هبدا افكر بتوكسينز اخرى زي السلسلات انتوكسيكيشن، والسلسلات انتوكسيكيشن من الحاجات اللي ورد عنها سيفير اسيدوزس واللي عامل يبقى شويه ديسيد ديفل كونشس كونشسنس. ففي الحاله دي انا هقيس الاسترال سلسلات اسيد، وساعتها يمكن ده يسوقني اعمل دياليسيس بقى اول ما اصلح الهيموديناميك على طول، ممكن ابدا دياليسيس لان السلسلات من الحاجات من التوكسين اللي هي دياليزر. ده نقطة أشكرك على دكتور عماد. دكتور رضا نسمع منك إيه اللي تم بعد كده اتفضل. هو الحقيقة إحنا طبعًا يعني ركبنا له سي في بلاين، وطبعًا اتعمل له ريسيتيشن بأي في سلاين والإنتروبيك سبورتيف ثيرابي بنور آد ودوبامين هيدروكورتيزون وصوديوم بايكار ماجنيسيوم سلفيت. فالحقيقة عملنا الإي بي سي تاني، فيعني حصل يعني ترجع لي بعد إذنك كده للدوس بتاع نور أدرينالين. ارجع للسلايد اللي قبل دي. انت بتدي النور ادرينالين صح مايكرو جرام بير كي جي برمنت، احنا في الغالب بنديه من غير بير كي جي ده. يعني احنا لما بندي النور ادرينالين
بنبدا بدروس يمكن لو وزنه قليل ماشي الحال، يعني احنا بندي 15 مايكرو جرام. انت ماشي 1 مايكرو جرام بير كي جي بير مينت تو ماتش، يعني انت كده لو وزنه 60 كيلو، لو 60 كيلو ساعتها يبقى ده يعني عالي جدا، او 100 كيلو يبقى انت بتدي توكسيك دوز، او يعني دوز مالهاش فايده، او يعني هتاخد منها مشاكل كبيره. فلو هو كده ممكن يبقى بير اور، يعني لما قلت ممكن يمشي بير اور مش بير مينت، لكن احنا بنمشي الستايل بتاعنا في النور ادرينالين والتراسلو معاه ايه وهي ماسكه العنايه الايام دي. احنا بنبدا مثلا ب 5 مايكرو جرام بير مينت، الضغط ما تحسنش نرفع شويه 10 15 مايكرو جرام بير مينت من غير بركيجي. الدوبامين دايما بركيجي، يعني الدوبامين ممكن ببدا بالدوز اللي انت بادئها دي ممكن ازود اوصل ل 15 مايكرو جرام بركيجي بير مينت، لان انا ما عنديش ضغط مش عالي. تمام. واحنا كنا زمان في وقت من الاوقات كنا بنخاف من نور ادرينالين على اساس ان له بازو كونستريكتور افكت. الكلام ده ما يعني ما عادش حد بيهتم بيه اول وقتي، لانه صح ده موجود ان له بازو كونستريكتور افكت، لكن بمين ميكانيزمز اخرى هو بيحسن الريدال بيرفيوجن. فات ذا اند اوف ذا داي لو عندي شوك ستيت، وخاصه لو حاطط بوسيبيلتي اوف سيبسيس، لان السيبتك شوك بقى معاه بازو دايلاتري شوك، ساعتها انا بدي فازو كونستريكتور مقدم على الانترومز زي الدوبامين والدوبوتكس والكلام. لكن الدوبامين فعلا ممكن يبقى له دور، وخاصه لو العيان ما تحسنش على الكومبينيشن ده ممكن ارفعه يبقى 10 او 15، ساعتها يديني برضو الفا افكت فيديني فازو كونستريكتور افكت. ماشي الحال. فيبقى النور ادرينالين بنديه من غير بركيجي. اتفضل. عملنا الاي بي جي تاني يعني اتصلح تماما، عملنا يورين اناليسيس فطلع فيه تريس بروتينز. لا قبل ما تعمل يورين اناليسيس يا دكتور رضا، كميه البول بقت قد ايه؟ لان اليورين اناليسيس يعني انا كنت برضو كنت اكثر سعاده من سعادتك لو انت وضحت لي. احنا دلوقتي بنتكلم على الاكوت كيدني انجري، وعارفين الرايفل والاكين والكيديجو، واكيد انت عارف الكلام ده كويس جدا. ساعتها هتقول لي مثلا الكرياتين كرايتيريا محقق الستيج كذا، واليورين اوتبوت كرايتيريا محقق كذا، فكنا بتعمل يورين انالس معناه ان في بول، وده حاجه كويسه. اعرف اليورين بول ولا ايه؟ تمام. هو في يعني انا اليورين بس اناليسيز هنقول اللي كان فيه. لا كميه البول قد ايه؟ كميه البول في السكند دي هي رفعت من 500 ل 800 سي سي، 14 ساعه. بلاد بريشر حتى بقى 170، بس السيرم كريات بقى رفع مع يعني مع تحسن الهيمودايناميكس بتاع البيشنت واليورين اوتبوت اللي زاد، لقينا الكريات بقى 2.9 والبلاد يوريا حتى رفعت من 7. قبل ما نكمل حالا بس احنا معانا يعني اخوك الدكتور يعني والدكتور احمد بيه المسؤول الكلى في المديريه، عاوز يحييك على النشاط اللي انت عامله ده. دكتور رضا بالتوفيق ان شاء الله، وحاجه جميله جدا ان احنا نبدا في النشاط ده من منيه النصر. دايما مني النصر صدقها فعلا ده حقيقه متواصله ان شاء الله بالتوفيق. انا طبعا بحييك تاني يا دكتور رضا، ودي بدايه قويه منك، وسعيد جدا ان انت واخد امور بجديه والسلايدز رائعه، واحنا ان شاء الله بنت اب مع بعض، لان احنا كلنا بنتعلم، يعني كلنا بنتعلم ونتحسن ان شاء الله. اتفضل كمل. بحيي برضه الدكتور كريم سالم معانا على الهواء من بدري، فطبعا الدكتور كريم من الناس اللي نشاطه متوفر على مستوى الدوله كلها. كمل يا دكتور. طيب البليتلت كاونت انت قلت كانت 100، كان 106 بقى كام ثاني يوم؟ 106,000. ستيل زي ما هي ثرومبو سايتوبينك ماشي، يعني من يعني 195 90. اوكي كمل يا دكتور. يعني اليورين اوتبوت ما زال كويس؟ اليورين اوتبوت بقى كويس، البلاد بريشر بدا يرفع، لكن الكريات بدا يرفع كمان معانا. فانا يا ترى ايه هي الكوزس اوف اي كي اي؟ اي شود ثينك اباوت ذات في الار بيشنت. انا قلت طيب ماشي، انا معاك في السؤال ده، لكن انا هسالك برضو بعض الحاجات، لان انت اللي معاك البيشنت ومعاك الفايل بتاعه. انت قلت لي كان هايبوجلايسيميك، السكر ظبط بقى؟ السكر ظبط. السكر ظبط. طيب الحاجه الثانيه انه هل بقى في فيفر ولا ما فيش فيفر؟ لا ما كانش فيه فيبر، وطول الوقت التمبريتشر بتاعته كويسه. السي بي سي العدد الابيض ما علاش ولا وطى ولا كلام من ده. التوتال نيوسيتيك كاونت في كل السي بي سيز اللي اتعملت كلها كان ويزن نورمال،
ماشي يعني ما حصلش فيه. انت قلت اليور اناليسيس وانا ما ركزتش معاك، بس ارجع لي كده اليور اناليسيس اللي انت عملته. ارجع بس اليور اناليسيس معلش. البروتين تريس اللي فيه ار بي سيز من 25 ل 30 ده بالديبستيك ولا بالمايكروسكوب؟ ده مايكروسكوبيك اكزامينشن ولا ديبستيك اسيسمنت؟ لا مايكروسكوبيك. كويس. والديبستيك كان فيه اريد وقت اكتر من كده ولا؟ لان انا برضو ساعات الواحد بيفكر في الرابدوماليسيس. يعني انا فاكر مره رحت الاي سي يو في احد المستشفيات في لبنان كان في خمس حالات جنب اربع حالات جنب بعض كده كلهم كوم رابدوماليسيس. الواحد زي ما الدكتور عماد قال، واحد كان ادكت والتاني تعبان ارسو والتاني سيبتك شوك. فانا ممكن يبقى عندي من السيفير هايبوتنشن ومن السيبس ممكن يبقى عندي رابدوماليسيس تطول لي امد الاكوتينا فيلير، وانا مش عارف هو كان ماشي على دراج ايه. العيان كان كونشس يا دكتور رضا مش كده؟ كان فول كونشس. جميل. ما خدتش منه هيستوري اوف دراج؟ لا، ما انا قايل في اول سلايد حضرتك ان مفيش فيه. يعني هو طالب في ثالثه ثانوي ومتفوق ورياضي وبيلعب كوره في نادي كمان، فهو يعني ما حدش كلها بتعمل سسبشن زي ما الدكتور عماد قال لدراج انتيك الابيوز. اخدنا هيستوري طبعا، مفيش هيستوري في وهو عايز دناي. فعلشان كده التستنج لليورين والسيرم شيء مهم. يعني هنا احنا في بعض الحالات هنا لما بنلاقي ابنورمال بيهيفير بنتعاون مع التوكسيكولوجي يونت في كليه الطب هنا عندنا وحده كويسه عندهم باترن كده بيقيسوا لنا الترامادول وبيقيسوا حاجات ثانيه ويجي يقول لك ده بوزيتيف او نيجاتيف. بعد كده نجي نداء في القصه. الدكتور محمد هيتدخل معاك بقى اسباب الاكوت كيدني انجري وازاي ان انا بفكر. انا طبعا لما يكون عندي اكوت كيدني انجري تعالى بس هنا الدكتوره سلوى. انا قلت لك تعالى وانت عاوز تعالى الدكتوره سلوى، لان هي احنا طلبنا كام عيان كده بعض الكيس بتاع التوكسيكولوجي سكرين. انت عندها فكره؟ هو في شريط حضرتك، في شريط بتتباع ب 36 جنيه تقريبا في الصيدليه في كل التوكسيكولوجي سكرين. في حوالي 6 يورين بيتعمل في اليورين دي ستيك وبيطلع البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى انا عمر ما هفكر، عمر ما هطلب الكلام ده الا اذا فكرت فيه. زي المثل الانجليزي بيقول ايز دونت سي وات ذا مايند دازنت نو. فانا ما احط دايما في دماغي عيل شاب جاي بأكوتنا فير وديسترب وكذا لازم احط الدراج في حسابي، ومش هحط ديت وانساه. انا عيني في اول لحظه زي ما الدكتور محمد كمان قال، عيني في اول لحظه لازم الهيموداينامك تتحسن، لازم اكون سبورت فلو، وبعدين افكر في الايتيولوجي. انا لسه بقول لك لو انا اثبت ان ده سلسلات انتوكسيكيشن. انا كان عندنا واحده في البلد كانت بلعت علبة اسبرين كامله. القصه ساعات يعني ما يغرقش ان هو طالب مجتهد وكلام زي كده ممكن يتعرض لسيكولوجيك دروما حاجات من كده. واحد اداله قال له خد الادويه ديت او هو بياخدها عشان يبقى البرفورمانس بتاعه احسن. فدايما بحط دي في الخلفيه، وانا حاططها في الخلفيه اضل اثبتها ولا فيها. انا بسبورت الهيمودينامكس وكويس قوي ان هو بيجيب بول، لان وجود بول ده بيخليني اقدر ادي فوليوم سبورت وبيخليني اشوف اليورين اناليسيس، لانه بيخليني افكر في الحاله واعمل ديفرنشال دايجنوزس كويس للاكوتينال فيلير. لان اليورين اناليسيس ممكن يعمل لي رود ماب خريطه الطريق يقول لي انا هتعامل مع شي ان جلونيفرايتس ولا تيوبريكرسيشن فرايتس ولا ده ايه بالظبط. فممكن يديني هو مش 100% اكوريت، لكن او في النهايه بيديني كلو. نسمع من الدكتور عماد. عندي كومنت. هو سؤالي دكتور رضا، عشان احنا بنتكلم في سيناريو احنا حصل عندنا رابيد ريفرسال، يعني حضرتك بتتكلم في تحسن البي اتش دي خلال قد ايه؟ يوم صح؟ تمام يوم. طبعا رابيد ريفرسال، رابيد ريفرسال ده برضو بيدينا ان احنا نفكر. هو كانت الشوك ديت واضح انها كان فيها جزء كبير من هايبر فيوجن وهايبر فوليميك اكتر. طبعا موجود الجاسترونترايتس اللي موجود ممكن تكون موجوده على كرونيك اليمنت، بس الرابيد ريفرسال ده يعني بياخدنا شويه بيدينا انديكيتور شويه ان احنا نبعد عن الحاجات اللي هي مش هتبقى تصلحها بسرعه كده. فعايز اسال على حاجتين. الحاجه الاولانيه الليفر انزيمز، انا اخبارها ايه في الفول اب؟ الليفر انزيمز انا ذاكر الليفر انزيمز كان زايده 4 ل 5 فولدز في الفول اب بقى. ما انا عارف، بس انا بتكلم على الفول اب بتاعها. اه
فولو اب كانت يعني بتنقص بس لسه برضو في يعني في زياده يعني برضو بتنزل بس يعني ايه جرادوال كده سلو بس بتنزل بتنزل الحاجه الثانيه اللي عايز احرك عليها شكل النيوتريشن كان ايه في خلال اليومين دول هو كان الولد اول ما دخل طبعا كان كونفوز بس بعد ما فاق كان بيشرب وبياكل ما فيش مشاكل يعني هو عمل بس وبالنسبه للفوميتنج والكلام اللي كان موجود عنده لا هو الفوميتنج والدايريا دي كانت في اول يوم بس اللي هو جه في الاستقبال بعد كده الدايريا والفوميتنج وقفوا طيب الفلوز اللي كنت حضرتك بتديها كان فيها حاجه نيوتريشنال اليمنت لا هو الصراحه كان اي في سلاين بس سلاين بس تمام صوديوم بوتاسيوم كلورايد الالكترولايتس عملتها الطريقه بعد كده الالكترولايتس كانت كلها نورمال احنا طبعا الكلورايد ما كانش افيلبل فمعملوش الصراحه ما عملناش كلورايد مش كده صوديوم انا بسالك ليه ما عملناش كلورايد لان ده هيديني برضو ابي تكشن بوينت صغيره اكسترابوليتد من المقاله بتاعه كريتيكال فلويد في الاي سي يو الجديده بتاعه يوليا ديت انه الناس كلها بتخاف من السلاين ممكن انا جبت الدكتوراه كلى من دور ابورين كريتيكالي ابريس ذا يوز اوف كريستالويدز اوف مانجمنت اوف شوك فالنورمال سلاين بيقول لك شويه اعلى من الطبيعي وشويه كلورايد في 154 مللي كورنت في الليتر والطبيعي 100 فانا بعمل ديستربنس لصالح الهايبر كلوريميا لكن هو المتوفر والفلويدز الثانيه ممكن يبقى لها مشاكل وده الجانب بقى اللي بيوزن الامور والمزيد من الغرائب فانا الصلاين ده هو ذا بيست افيلابل كريستالوي خلينا يبقى ايه ذا بيست من ناحيه الايه الافيلابيلتي والكوست الحاجه الثانيه اذا ما عملش هايبر كلوريميا انا ليه انا افترض ان كل الحالات هيبقى فيها هايبر كلوريميا الهايبر كلوريميا بتيجي من الافراط في استخدامه اذا كنت اقدر اعمل مونوكرين للكلورايد ولا يسقط عندي خالص ان انا عندي هايبر كلوريميا ده هو ذا بيست فلو لان الحل الثانيه سواء رينج ولا تيه سواء اللي هو البلازما لايت اذا كان موجود كلها فيها بعض المشاكل في واحد في اسكيل واحد هايبر وكتل فالصلاين هو ذا بيست بشرط ان انا استخدمه اوبتيمال الاوبتيمال منه المونيتورنج للفلويد ستيبس اوف ذا بيشنت ومنه ان انا ممكن اعمل السيرم كلورايد ده حاجه بره الايه بره الدومين اللي انت بتسال فيه انا هدي دلوقتي المايك للدكتور محمد كمال يدينا بس فكره انا دلوقتي عندي حاله اكوت كيدني انجري بدا بجاستروترايتس وهايبرمك شوك اتحسن الشوك والاسيد حتى اختفى فده معناه ان انت ماشي صح وان في عين ساقطه جنب العيان وده بيعكس الكير المحترم اللي موجود لكن انا الوقت خلاص الكرياتين عمال يزيد اعمل ايه انا الالترا ساوند انت قلت لي كويس مش كده؟ كويس جريد 1 نفروباسي انا عاوز برضه النقطه ديت قبل ما اسيب المايك للدكتور محمد احنا ما نقولش نفروباسي من الالترا ساوند الحاجه الثانيه جريد 1 جريد 2 الكلام ده كلام فاضي كله لو انا عندي في السيناريو اكيوت انفيريور والسايز بتاع الكبد هو ذا موست امبورتنت ساين في الالترا ساوند في الالترا ساوند في وجود هيستوري اوف اكيوت النس هو ذا بيست ساينز سيبك من حته الكوجينستي والبروتوكولار ديفرنشيشن احطها برضه في الاعتبارات بس فيها يعني ايه على الهامش لكن الجور اهم ساين في الالترا ساوند هو السيل ديفكت يعني ايه وجود هايدرو نيكروس ولا لا لان ده ممكن يبقى اوبستراكشن هيضطرين ان نتعامل مع اذر سبيشاليتي في القسم اللي بتحكي لنا لا هو كان ساينز وهذا البروسيس هو اهم تو ساينز بطلته من الاول دكتور محمد كمان هتقول لنا ايه يعني انا لما يبقى عندي اكيوت رينال فيلر اكيوت انجري كده الخريطه بتاعتي ايه؟ وخلي بالك انا هنا ما بتكلمش سؤال شفوي لعيان اكيوت انجري ده انا لسه العيان يعني ما بقش لسه يعتبر في الاي سي يو ولسه معمول له انيشال ريسبتيشن للفلويد ستيتس ويمكن نتفرج عليه يعني نتفرج فدكتور محمد هنسمع على القصه دي دكتور ده انت الفروع بتاعك كده كام يوم؟ اللي انت الداتا اللي جايه دي بعد كام يوم؟ نعم يا دكتور محمد الفروع بتاعك ده تاني يوم مثلا للادمشن الكريات زاد من 2.5 بقى 2.9 ده يوم واحد انت ما زلت في لسه في اول يوم بعد الادمشن مش كده؟ بالنعم يا فندم انت لسه في اول يوم بعد الادمشن انت يوم الادمشن واليوم اللي بعده لا في اول يوم من يعني اول يوم اللي هو اضاف الاستقبال ثاني يوم كان 2.5 اول يوم ادميشن يعني يعتبر اللي هو ثاني يوم في الالنس
واول يوم ادميشن كان 2.5، ثاني يوم في الادميشن 2.9. اعتقد ان يعني السيناريو واضح ان هي حاله اكيد كده نتيجه هايبر فوليوم شوك، برغم ما قدرناش قدرت تقيس الفوليوم بتاع اساس الفوليوم، هل استخدمت سنترال لاين ولا الجمهور كانت ماشيه عادي زي تمام؟ استخدمت سنترال لاين ولا حاجه؟ دكتور سامحني؟ اتفضل. بتقول ايه يا دكتور محمد؟ استخدمت سنترال لاين، ركبت له سنترال لاين. كان مركب سنتر اللاين. وكان السنتر بلس بريشر بتاعه قد ايه؟ السنتر اللاين كان له الاول وبدا يرفع، والبلاد بريشر بدا يرفع معاه. يعني كان الاول كان برضه هو خلاص شخصته هو هيبقى بوليمر شوك. انا مش سامعك بوضوح يا دكتور محمد بصراحه. انت سامع كويس يا دكتور رضا مش كده؟ سامع حضرتك دكتور حسين. جميل. احنا معانا دكتور محمد عصام من الاسكندريه. طبعا دكتور محمد عصام احد الطيور المهاجره، مش الطيور المهاجره، الطيور الدكتوريه كده في المنصوره، فواحد من ابنائنا يعني نفتح عليه كده دكتور مقاصد نسمع عاوز يقول ايه. دكتور محمد ازيك؟ دكتور حسين ازي حضرتك؟ احنا شايفينك كاتب على الـ على الـ على الشات. بتفضل ايوه خش قول لنا يعني انت انطباعك ايه عن الحاله دي؟ انا الحقيقه ما اشتركتش من الاول الحقيقه، كنت في السكه يعني، فما سمعتش من الاول، لكن فهمت ان هي حاله اي كي اي. بس انا سمعت في النص الدسكشن كده عن الكلام عن النورمال سلاين، وانا قريت قريب على انا زي ما قلت لك كده احنا كل شويه بتكمل المناقشه اللي كانت بيننا امبارح في القاهره، ان كل يوم ولازم نقرا. يعني انا بقول لك المقاله اللي نازله كريتيكال ايفالويشن للفلو ثيرابي في الاي سي يو غيرت بعض الدوجماز اللي الواحد كان بيقولها. الصلاين متوفر، بيرفع جلوكوز البريشر بشكل معقول. فانا طبعا في وجود السيفير اسيدوزس ممكن ابقى ميال للرينجر، لكن انا عاوز اهم عندي من الاسيدوزس اللي هي ممكن تبقى كارد صبري. اهم عندي ان انا ارفع الهيمودينامكس، ارفع جلوكوز البريشر وارفع البلاك فوليوم. فهدي الصلاين ممكن ادي باي كارد، وبعد كده مونيتور معايا كويس. فأنا أشكرك لوجودك معنا والمداخلة. أنا الدكتور محمد أصار نقطة السي في بي، دكتور محمد كمال. السنترال فينس بريشر مونيتورنج مر بمراحل. كان في الأول أي بي سي، يعني لما كنت أنا كان معايا أستاذتي هنا، كان معايا مثلا دكتور نبيل حسن في العناية، أقول له يا باشا الحالات كلها اللي في البول ده شوك، ده سيبت شوك، ده هيبقى شوك، ده كذا، ركبت ده كلهم سنترال لاين والسي في بي كذا. فكان ده اي بي سي. السي في بي يبقى لازم لكل العيانين، يبقى سي في بي لكل مواطن في الاي سي. بعد كده بدا الناس تتكلم على انه مش اكيوريت ميجر، وان انا ما بقاش فيه الليفت اند دايستوليك فوليوم، وان ده مش عارف ايه وبتاع، وبدا الناس تخاف من الكومبليكيشن، فبدا يهمل. في بعض الكلام على استحياء الوقت تاني على اهميته في انه يجيب لي ايفالويشن. لكن انا لو لا، لكن انا لو عند العيان ما هوش بيت قليل قوي في الديبارتمنت، ده نقطه ممكن تبقى اتشنج بوينت. ما انساش قوي البشره جينيس بلاد بريشر ريكوردنج، يعني ده كلينيكال ساين. كل القصه جهاز ضغط وسماعه، وحتى ممكن ما اتعبش نفسي اخلي التمريض يقيس الضغط ستاني وسوفاين واتفرج على الكلام ده. انت دكتور عماد بيفكرنا، انت قلت قست كمان الاي بي سي ده امتى؟ صح؟ رضا لما اتعمل ايكو تقاس الاي في سي دايمتر وطلع 1.5، يعني كان وزن نورمال. فده كويس، يعني انت ملاحق كل، يعني انا بحييك، يعني اتعامل فعلا نقله كويسه في مدينه النصر، برافو عليك. يعني الدكتوره سلوى ماشي، الدكتوره سلوى بتقول بيتقاس كمان الكولابسبيلتي اندكس في الاي في سي. طب كلهم بيقيسوا الاي في سي دايمتر مع البلاد بريشر مع السي في بي اذا كان موجود مع الكلام ده كله، معناها ان انا عيني كويسه قوي ان حاطط البيشنت اندر مايكروسكوب بحيث اخلص موضوع السلفج، لان الاولويه هنا مش هنا فيلير، الاولويه هنا للسلفج وبريشن ستيز، ان انا احسن الهيمودينامكس. وتحسين الهيمودينامكس محتاج ويزدم، ان انا اعمل انيشال ريبليشن كويس قوي للديفست اللي موجود، وبعد كده اخد نفس عمل بالحكمه عشان ما دخلش العين في الكومبليكيشن من الاوفر فلو.
دكتور محمد تامر. يعني احنا بس انا بنحاول نوصل للدايجنوز نشوف واضح انها هي بوليميك، واضح انت بدات تعمل معاها بشكل كويس، شخصتها وتعاملت معاها بشكل كويس فلويدز وواضح ان الدنيا على مستوى الهيدرنس احسن خلاص. هو في انجن حصل كده، واضح ان حصل ايه تاني، القصه مش جاست الفيرينا والدنيا الكريتين بتاعت بيانا. يعني اعتقد انت هتكمل التريتمنت بتاعك وهتنتظر الريكفري بتاعك كده ان شاء الله. بس في نقطه بس السوم سيتوبينيا، يعني انت ما قلتلناش بعد كده القصه في ايه، كانت حاجه ترانزيت ولا مقرره؟ كان بيقول ان البلاتلت بلاتلت الرضا البلاتلت بعد كده ظبطت ولا لسه قليله؟ البلاتلت؟ اه ظبطت ولا لسه قليله؟ لا البليتلت على 100,000 95,000 يعني ما بتزيدش. لسه مازالت قليله. طب ما ده يفتح قصه ثانيه. اه يعني يفتح ان انت لسه محتاج تنفستيجيت، يعني خلينا ممكن يعني يشككني شويه في موضوع سنوبل الميكرو جوكس. تمام. ممكن تكون محتاج تعمل بلوت فيلم، تمام؟ شوف فيش سايتس في اي حاجه، ولو ان الهيموجلوبين كان في الاول 12 ما اعرفش بعد كده بقى كام. الهيموجلوبين؟ اه. لا الهيموجلوبين 12 ما نزلش على 12. ما نزلش على 12. لا ينهار. تمام. ولاين نهار اخباره ايه؟ لاين نهار. لاين نهار كان 1.24. 1.24 برلونجت شويه. هل عملت بلاد فيلم ولا حاجه؟ لا لا. ما عملتش بلاد فيلم. اعتقد محتاج تعمل بلاد فيلم، يعني تشوف دي اي سي، تشوف ثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي، ممكن مع الثرومبوسيتوبينيا، ممكن تبقى حاجه ترانزنت نتيجه الشوك اللي حصل مع الليفر انجري اللي حصل. فاعتقد انت ماشي مظبوط، انت نص القصه هي بلاد شوك. هتسبورت الهيموديناميكس وهتنتظر كده تشوف الدنيا هتمشي ازاي بالنسبه للسي بي سي وبالنسبه للليفر انزيمز وبالنسبه للكفر بتاع الكيدني فانكشن وحصلت على الكيدني كويس. الطريقه الوقت المداخله هنا انت عملت ايفالويشن للستول اناليسيس، شفت البلاد الدايريه موجوده ولا لا؟ اه هو انا خدتها من الهيستوري الصراحه، يعني لما عملت لا احنا هنا احنا في وجود جاستروترايتس عنيفه، انا هنا ممكن افكر في ايفالويشن شويه للستول، ممكن اشوف لو انا عندي توكسينز وعندي يعني على الاقل اتفرج على الستول اناليسيس يعني اشوف القصه ماشيه ازاي. ولو الدائره وقفت ولا ما وقفتش الكلام ده كله نحب نعرفه. اتفضل. هو من الهيستوري بس الصراحه ما عملتش ستول اكزامينيشن، بس من الهيستوري ما كانش فيه بلاد ولا حاجه يعني سبيشال كاركتر يعني. تمام. هتكمل الحلقه؟ نكمل ماشي. اتفضل كمل. هو طبعا ده بقيه اللاب يعني في يعني طبعا كان كل الناس بتفكر فيها، فقالوا ممكن الهايبوتنشن والهايبوجلايسيميا وممكن تكون اكيوت بانكرياتايتس وساعات بتعمل ايه. انت وريني هنا الفيرولوجي نيجاتيف اس في والبي والسيرولوجي الانتي نيوكلير انتي بودي والابراف، والله يعني ايمونولوجي برضه. انا دلوقتي خلاص هديت والضغط بقى كويس والاسيدوز اتحسنت والعيان بيجيب بول، انا دلوقتي بفكر في الايتيولوجي ده ايمونولوجيكال ولا لا، وعملت انت الاميليز واللايبيز كويس؟ عملت الاميليز واللايبيز اه. فانا دلوقتي قدام حاله، استنى ارجع تاني بعد اذنك كده للسلايد دي، يعني يمكن كمان لو كنت عملت سي بي كي كنت ابقى مبسوط، يبقى انت كده قفلت لي حاجات كتيره. اوكي. والاس ار هنا يعني انت في ناس انترستد بيه، انا مش انترستد بيه خالص، لكن ماشي الحال. اتفضل. طب في حاله زي دي فيها اكيوت كيدني انجري واكيوت ليفر انجري و هل عدت تحليل البول تاني؟ لا ما عدتوش تاني الصراحه. عملت هيباتولوجي كونسلتيشن؟ عملت حد من بتوع الكبد جه بص على العيان ده؟ حد مين؟ حد من ايه؟ كبد ليفر هيباتولوجي. لا 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 الصراحه لا. احنا برضه يعني دايما نتعلم، احنا بنتعامل مع حاله ميديسن وعندنا جماعه في الهيباتولوجي ما ناخد رايهم، ممكن احنا ساعات بيبقى عندنا اندر استيميشن للاذر سبيشاليتي شويه لما يكون العيان في الفور بتاعنا، لكن ممكن تفاجئ يقول لك لا نصبر عليه ده ممكن يبقى كذا. لان انا هنا هشوف يعني انا لسه خارج من شوك ستيت وكنت بدي نور ادرينالين ودوبامين من خلال يوم، انا مش هروح جاري اعمل بايوبسي دلوقتي وجود يورين اناليس وكده، انا ممكن اعمل سبورت فلويد اسسمنت بقى، انا اهدى شويه اجيب اطمنت دلوقتي ما عنديش ايمونولوجيكال انجر، اعمل لما الدكتور محمد كمال قال اشوف الشيستوسايتس والبلاد فيلم
وشوف بقى الهيباتولوجي الهاي ليفر انزيم ده هل ده هيدينا كلو للانفكشن معين. تمام. ادوس بشكل سخيف موجود واكمل انا ريستيشن وعيني تبقى على البليتلت. وممكن في وقت من انت عملت دراج ابيوس ولا عملت ايه ده؟ عملت دراج ابيوس انيورين فطلع بص في الترامادول فعلا. يعني الدكتور عماد مجدي كان عنده شويه سنه ذهاب لان هم كان عندهم اكسبيرينس. خليك معايا الدكتور رضا بس اسمعني بعدين. القصه ديت كان الدكتور احمد عبد الوهاب تم استضافته من جامعه عين شمس. احمد عبد الوهاب طبعا من نجوم وحده الكلى هنا في المنصوره في عين شمس. كان بيتكلم على الترامادول في الهيموداليسيس بيشنت. فعلقوا هناك قال لك ان ده ممكن يبقى فيه ابيوز خفي حتى في بعض الباراميديكال بيرسونال والنيرس والكلام ده. فالقصه دي شود بي ثوت يعني تتحط في الاعتبار. الترامادول بيعمل اكيوت رينال فيلير ده مش في الغالب مش عن طريق الجي ان لكن عن طريق الكونفرجنز والكلام ده. عشان كده كنت عاوزك تعمل لي السي بي كي ونشوف هل كان جاله فيت مثلا هو في البيت قبل ما يجي ولا القصه ايه بالظبط. لكن دي نقطه كويسه وده تخلينا نصبر شويه ندي فلويد ونستنى شويه ونجيب الاذر سبيشاليتي. اسمع منك يا دكتور بقيت لبقيه الشغلانه. واعتقد ده مسج كويسه قوي ان انت تقدر تعمل يورين تيستنج للترامادول او يعني تشوفه. اتفضل يا دكتور. عندي كومنت بالنسبه لسؤال حضرتك قبل الموضوع دراج سكرين بتاع اليورين ده. السؤال اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو نعمل بايوبسي ولا لا. مهم جدا ان احنا نربط البايوبسي. واحنا بنعمل بايوبسي عشان لا اما هنتدخل بتريتمنت سبيسيفيك البايوبسي ديت لغايه ما نعدي النقطه دي وبعدين نتكلم في الانديكيشن. خلاص حضرتك هتكلم. فهي الانديكيشن بتاعت البايوبسي هي مرتبطه اكتر بالكلينيكال برزنتيشن بتاع البيشنت. احنا نبقى مستعجلين قوي على البايوبسي وعايزين نعملها النهارده قبل بكره لو كان العيان عندي بنفريتك برزنتيشن او رابيد بروجريسيف دورينال كرايسيس. احنا من خلال المتابعه يوم ما نقدرش نحكم ان احنا عندنا ده. يعني احنا ان فيت سكرين بتاعنا كله نيجاتيف لسه ما شفناش الديتريشن بتاع الكيني فانكشن عامل ازاي بحيث ان هو نقول ان هو ار بي جي ان او ان هو نفريتك. ما عندناش الكرايتيريا دي. ما دام ما عندناش الكرايتيريا دي يبقى احنا مش جاستيفايد ان احنا نعمل بايوبسي ولازم نويت خصوصا العيان تحسن معاه. بشكر الدكتور عماد على المداخله. انا ليا سؤال بس ليك يا دكتور رضا قبل ما اكمل. انت معاك دكاتره في القاعه؟ كتير. دكتور جمال ده كويس. انا سعيد جدا. عندك كام دكتور؟ جمال صوروا واحد. لا ده كويس. انا لانه ده عمل عظيم. انا عاوز احييك. انا كل عاوز دي احييك لان انت اظهرت شكل مشرف للمستشفيات العامه. ويا ريت انت تبقى معانا في الفوكس والنيوكلاس. يا ريت الدكتور رضا تبقى معانا دايما في الاكتيفيتي بتاعت رابطه الكلى في الدقهليه. الدكتور احمد لسه قايل انت احمد استير كلى يعني انت واحد من الجماعه المتميزين في الدقهليه. نحييك ونحيي الناس عندك. ما دام الدكتور عماد تناول موضوع الانديكيشنز او البايوبسي في الفيلير دايما الواحد في المرور على العيانين بنقول النقطه دي امتى اعمل بايوبسي. لو انا حاطط بوسيبيليتي اوف ادرينال مش هعمل بايوبسي. حاطط بوسيبيليتي اوف اوبستراكتد كيدني عشان كده الترا ساوند بشوف هدم النفوذ ولا هخلي البايوبسي في الاخر خالص لغايه ما يجينا حد يورولوجي يقول لي لا ماشيه السبب. لو حاطط بوسيبيليتي اوف اكيوت تيبلر نيكروزس برضه ما بستعجلش اعمل بايوبسي لانه زي ما الدكتور محمد كمال قال ممكن البريينا يتطور لاكيوت تيبلر نيكروزس وده وان اوف ذا كومن كوزز. انا ما دام عملت ايمونولوجي سكرين وما عنديش كومبيلينج انديكيشن من الايمونولوجي سكرين عندي يورين اناليس وما عنديش فيه بروتونوريا ولا فيه ريد سيل كاست ولا في لوكوسايت كاست يبقى اذا انا ما عنديش برضه كومبينينج انديكيشن من اليورين اناليس. فبالتالي انا ما بين البري رينال اكيوت نيكروزس كونتينوم ده ممكن انا موتور العيان وادجست بقى الفلويد بحيث ما يخش في اوفر لود لان الاوفر لود في المينتنس فيز ده از لينكد بمورتاليتي. يبقى احطه تحت الميكروسكوب والكونفاليسنس بتاع الاكيوت رينال فيلر مهم قوي قوي قوي. فيبقى العيان بمونتور الالكترولايتس واديله فرصه و2 ممكن يبقى اسبوعين ما تحسنش اعمل بايوبسي.
لو عندي كلوز من الايمونولوجي او عندي سسبيشس لبيوريتس او بيوريتس او عندي اندكس للسيستميك ديزيز زي باسمايتس او غيره, ده هيبقى انديكيشن لبايوبسي, لان ساعتها انا عاوز ادي ايمون سبريسيف ستيت. نقطه ثانيه, حتى لو عندي كلوز للجي ان او الفاسكولايتس والعيان ان كريتيكال ال ستيت او في سيفير نيمونيا او سيبتك شوك, انا هعمل بايبس الوقت اعمل له انفيزيت انوفر ممكن يعمل بليدنج, وحتى لو طلعت اكتف جي ان ما اقدرش اعمل له اديله ايمون سبريشن, يبقى انا برضه ده راشنج اتيتيود. يبقى اذا انا بعمل بايوبسي لما يكون في انديكيشنز كلوز لعمل البايوبسي, واند الجنرال سيتويشن بتاع البيشنت ممكن تسمح باعطاء سبيسيفيك تريتمنت اللي هتطلع عنها البايوبسي. فهنا بما ان انا عملت يورين سكرين وطلع بوزيتيف فور ترامادول وكان عندي جي ان والعيان مش البول ما فيش فيه اندكس للايمونولوجي والسيرولوجي الايمونولوجي كله نيجاتيف, انا هصبر ارستيت همونيتور واستنى شويه واشوف البلاك فيلم ربما يكون في حاجه, اشوف السي بي كي عشان لو في اليمنت اوف رابتوماليسيس اشوف هتعامل معاه ازاي. نقطه اخرى الليد بايوبسي كمان لو احنا بقى في السيتويشن ده بنعمل بايوبسي بعد من 3 4 اسابيع هتدينا فايده ثانيه مهمه جدا اللي هي البروجنوست, يعني عشان لو كان هو انا لو انت ركزت معايا في عماد انا قلت ايه بدي اسبوعين لو العيان ما وش اما ما حصلش ريكفر. في ناس مختلف على كلمه اسبوعين, يعني في ناس في شبه اجماع على شهر مش كده محمد؟ لا اه لكن انا من الناس اللي بقت بوكيت هدي 1 ويك 2 ويكس واعمل بايوبسي. يعني الدكتور محمد كمان بيقول 1 ويك انا ماشي موافق تماما على ان انا اول ما رستيت وما فيش ريسبونس ممكن اعمل 1 ويك بعد 1 ويك بايوبسي طلعت اي تي ان فعلا هتكونفيرم السيتويشن انا فيه, اقوم اسبورت وسبورت وما اتسرعش عمل دياليسيس الا يكون عندي يعني في مدرستين في الدياليسيس. واعتقد ده سؤال انت اكيد هتحطه يا دكتور رضا صح؟ دكتور رضا الدياليسيس افكر فيه لما يكون في انديكيشن سو لونج از انا ما عنديش كريتيكال انديكيشن للدياليسيس اللي هي الفوليوم اوفرلود بامور اديما السيفير هايبركاليميا السيفير اسيدوزيس الكلام ده كله ما عنديش, يبقى انا مش من انصار اول ايرلي دياليسيس لان ايرلي دياليسيس معناها انفيزيف مانوفر سنترال لاين هاي كومبليكيشن من الدياليسيس, انا مش عاوز الكلام ده. يعني حتى لو في بعض الاستادز بتقول ان ممكن يبقى في بنفيت انا لا, انا لغايه دلوقتي ما عنديش قناعه ككريتيكال ابريزل اللي ما نشر ما عنديش قناعه ان انا اعمل ايرلي دياليسيس. فانا ما بحبش كلمه ايرلي وليت, انا بعمل اون تايم دياليسيس على سبيسيفيك انديكيشنز فوليوم اوفرلود او الكترويد ديستربنس عظيم. اتفضل يا دكتور ده كمل. طبعا اتكلمنا في الدكتور والاي كي واي اخذنا راي حد توكسيكولوجي في الموضوع فاستاف توكسيكولوجي يعني فقالت ان الترامادول لوحده ما يعملش المنظر ده, فقالت ان ممكن في ترند كده عند الشباب ان هم بياخدوا الترامادول بالميثانول, فقالت لي اعمل فورميك اسيد ليفل. انا موافق تماما على الفكره دي, ويمكن انت لما قلت لي ان البلاد جاز اتحسنت دراماتيك ده خلاني ايه بعدت شويه, لكن انا الوقت في وجود سيفير اسيدوزس انا عاوز اعرف دي هاي الاين جاب اسيدوزس ولا لا. فلو عندي لو انا عندي كلورايد وده احد اللي ارجع تاني للتعليق بتاع الدكتوره سلوى انه لو عملت وطلع عندي هاي الاين جاب اسيدوزس او ما اعمل على طول اوزمولر جاب, لقيت الاوزمولر جاب فوق العشرة يبقى لازم احط البوسيبيليتي في الكهوليك انتوكسيكيشن في الحسبان. الميثانول ده بيضرب العين فبرضه هنا لازم اشوف الفيجوال, ما استناش ما يفقد عينيه وحاجات زي كده. فكويس الدكتوره اللي قالت او الدكتور اللي قال اعمل الفورميك اسيد ليفل ده اوكي, قول لنا بقى ايه اللي طلع. هو صراحه ما كانش افيلبل عندنا ان احنا نعمله فما اتعملش الصراحه. طيب يبقى من باب اولى كنت اعمل الانان جاب الانان جاب اسيدوزس والاوزمولار جاب, لان انا لو انا طلع هاي انان جاب اسيدوزس وفي هاي اوزمولار جاب انا احط البوسيبيليتي اوف الكحول انتوكسيكيشن, وساعتها ايا كان بقى نوع الالكحول اللي موجود سواء هو واخد ميثانول واخد ايثانول
واخد بروبايل مش عارف الكحول، واخد ايثيلين جليكول بتاع البطاريه، يعني ايا كان التوكسنز اللي دخلت الالكحوليك ديت، انا ساعتها ممكن افكر في طبعا البلاد اللي عندها امكانيه الفوميزول والانتيدوت، لان ببلوك الميتابلايتس بتاع الالكحوليك ديت ما عنديش، ممكن ده يبقى احد الانديكيشن اللي زقني على الدايلس. فانت عملت ايه؟ هو السيريا الاي بي جي كان كويس اه، ما هو ده يخلينا نهدى، وانا خلاص حتى لو كان الكحوليك انا شلته وسطيت الجنرال كونديشن، وانا الجنرال سيتويشن بتاع البيشنت هي اللي هتدرايف مين بعد كده. اتفضل. تمام. كمل يا دكتور. في الصراحه يعني عملنا ريفيو كده، فلقينا ان في اي كي اي بيحصل بيعمل حاجه اسمها جرانيولوميتس انترستيشال نفرايتس بالترامادول. ما انا لسه قايل لك ان ممكن يعمل جي ان بنسبه قليله، والجي ان مش بس جرانيولوميتس انترستيشال نفرايتس، ده في كوكتيل من الجي ان بس غير. تمام. المور كومن هو كونفرجن ريليتد اكوتشنال فيلير وحاجات زي كده. تمام. في اليوم الثالث من الادمشن بعد ال 12 في السيرد دي من الادمشن، بعد ما البلاد بريشر كان كويس رجع يقع تاني، السي في بي رفع التاو بقت 35 والكريات رفع اكتر، البيشنت بقى كونفيوزد وديزنك والساتوريشن بتاعه بدا يقع، فعملنا شيست اكس ري تاني. طب كلينيكال كان في يورين فوليوم ولا كانش ولا قطع فيه كمان؟ اليورين اوتبوت بيزيد، يعني اليورين اوتبوت كان بيزيد. تمام. طب كنت بتدي محاليل كتيره ولا ايه؟ العيان بقى لقينا فيه المنظر ده، ما عملناش شيست اكس راي لقينا فيه نيوموثوراكس. ما هو ده مشاكل بقى السي في بي، عشان كده انا ما كنتش متحمس قوي للسي في بي لما الدكتور محمد سالك عليه. هو الاكس راي اللي عملناها، بعد السي في بي كانت كويسه، يعني ما كانش فيها مشاكل. كويس. ما هو ده برضه يجرنا احنا بنعمل اكس راي بعد الانترودكشن اوف سنترال لاين، ده مانداتوري ميديكال ليجل، لكن ممكن الكومبليكيشنز بتاع الانسرشن تبان لاحقا. وانت ساعات بتفكرني بحاله ايام ما كنت مدرس مساعد، العيان احنا ركبنا السنترال لاين، تمام؟ السنترال لاين دخل، يعني ما تشوف على الاكس راي كانه في السبيرو فينا كافا، لكن هو ما دخلش في السبيرو فينا كافا، هو دخل موازي، فبان في الاشعه كانه في هو في البلورا، واحنا كنا بندي فلويدز بالنقطه عشان تمنتين البيتنس ده، فما كانش فيه مشكله ظهرت. اول ما قلنا ده العيان بقى هيبوتنسف وعايزين ندي محاليل في السنتر لاين الموجود ده، بدا يظهر لنا العيان نايم على ظهره كده، بان فايننج في الاشعه غريبه، فاحنا نقول لي توكسو بلازما مونديال ولا نيوموسيس كارديال ولا ايه. في الاخر لما قعد طلع فلويد ليفل، طلع هيدرو نيوموثوراكس واللاين ده كان بره. فلازم ناخد ماشي. عملت ايه بقى بعد كده؟ طبعا الجماعه بتوع الشستر كانوا شيست تيوب. تمام. العيان يعني كده بقى دراماتيك اللي بدا يتحسن جدا، الهيمودايناميكس بتاعته بقت كويسه جدا، وبقى عملنا وسترول في اليوم الخامس من الانوتروبس، البلاد بريشر رفع تاني 170، اليور اوتبوت يعني فتح بقى على الاخر بقى 2200، والكريات نزل لواحد واربعة. ده بيخلينا اعلق تعليقه، يعني احنا ممكن هنا لو بنتكلم بنظام الافلام العربي انزغرت، لكن هي القصه هنا في مسج عظيمه جدا، احنا لابد ننشط شويه استخدام السماعه والمهارات بتاع الكلينيكال اكزامينيشن والمرور على العيان. ما امرش انا كدكتور كلى في وريني يا ابني البول والكلام زي كده واعتمد ان حد ثاني يفحصه، انا لابد اشجع نفسي شويه ان انا اسمع سيد العيان، لانه اكيد في وجود الهايدرونيوموثوراكس العنيف اللي كان موجود اللي عمل هايبوتنشن ده، اكيد كان في فايننج سخيفه موجوده، فنخلي بالنا من النقاط دي، نشجع شويه كلينيكال اكزامينشن بالبلدي كده، يعني ايه نبهدل نفسنا شويه، لان الكلام ده بيفرق كويس، بيفرق كتير جدا. وطبعا الشيست اكس راي في العيان ده تكنيك بسيط وحاجه مش مكلفه وموجوده في جميع المستشفيات برضه، ما تبقى كومبلمنتري كلينيكال اكزامينشن. فانا لو انا كنت عملت العيان ده كلينيكال اكزامينشن كويس، كان ممكن لقطه قبل ما يخش تاني في شوك ستيت، فدي نقطه احد التيتشنج بوينتس. تمام. كمل يا باشا. البيشنت بعد كده ديسكتشارجت بقى يعني في جود وستيبل جنرال كونديشن بعد 10 دايز من الهوسبيتال ستي،
وطبعا بنعمل له فولو اب بقى كل اسبوع. فهو بعد شهر بالظبط يعني بالروتين فولو اب الكريات بتاعه يعني كان واحد واحد كويس. وانا بتكلم مع العيان في قصه الدراج ادكشن او كلام زي كده، فقال لي الصراحه يا دكتور انا كنت يعني كان في سوسايدال اتمبت كده، كسرت حته الامرن فوسفايت تابلت كده اللي هو حبات الغله اللي هم شغالوا بين دول، واخدتها في اليوم ده بعد الغداء تمام. قطعه الامرن فوسفايت او الزنك فوسفايت اللي هو حبات الغله يعني. انا بعض ده هو قال لي الكلام ده بعد كمان تمام. فواضح جدا ان هي يعني هي اللي كانت عامله حاجه زي كده. طيب هل انت لاحظت هو في الانيشال انفستيجيشن في الانيشال اكزامينشن لما جه الاستقبال الصبح هل كان في مايوزس وحاجات زي كده والساينز بتاعت الاورجانو فوسفرس ولا ما كانش حد ملاحظ فيه حاجه؟ يا حضرتك انا يعني ما شفته في الاي سي يو، ما شفتوش في الاستقبال. انا عارف انت اكيد ما شفتوش، وده برضه يلفت نظرنا انه اللي بيشوف العيان دي نوفو لابد يحطوا ديفرنشال دايجنوزس، ولازم في السن الصغير ده هو احنا انا لو حكيت لك على الانكدوتال يعني القصص اللي الواحد مر بها مع الشباب هتعرف العجب العجاب. دلوقتي مع الشباب في قصه جديده كمان وجات لنا كذا مره، الامينو اسيدز اللي بياخدوها في الجيم كيوت كيدني انجري من الامينو اسيدز دي شفناها في خلال الست شهور اللي فاتوا دول مثلا بتاع 3-4 مرات، فدي برضو من الحاجات اللي طالعه. انا عجبني مقاله عملها الدكتور احمد عقل هو في السعوديه على الجيم اسوسييتد اكيوت رينال فيلير وجاب بايوبسيز وحاجات زي كده، وحط البوسيبيليتي اوف هاي بروتين مع الكرياتين مع الدهيدريشن كل العوامل اللي ممكن تبقى فعلا. فاحنا برضه لازم نراجع السلوك ده حتى ده كمان الناس المعتدله، لكن الدراج ابيوز لازم يتحط في الحسبان. الالكوهوليك انتوكسيكيشن شود بي ثوت. وكويس انت عملت يورين سكرين وطلع لك حاجه. طب هل هو انكر الترامادول؟ الترامادول لما سالته عليه قال لي هو كان بياخد جرعه بسيطه خالص عشان يعرف يذاكر لانه في ثالثه ثانوي وكده، بس في الفتره دي ما كانش اخده، هو اخد بس في اليوم. هي المشكله كمان انت في الحاله دي بتاخد الهيستوري بتاعه برضه بسسبيشس، لانه ممكن يبقى برضه مكمل في الخداع، وده محتاج فعلا سايكولوجيكال كونتاكت او كونتاكت مع الفاميلي بحيث ان احنا نعمل بيست سيتويشن، او احنا حتى الكونسلت بتاع السايكاتري، لانه انا هنا يمكن في كامبين اتعمل في الطب المنصوره دكتور وفاء البهائي قسم النفسيه هنا عملوا كامبين اجنس الادمان، والادمان لما في دول كثيره جدا حوالينا برضه الادمان ده مشكله كبيره. هل لسه في داتا في الحاله ولا خلاص؟ لا تمام، بس يعني الحاله دي حاله رائعه لانها بتوري ان احنا لابد تبقى عينينا في وسط راسنا واحنا بنتعامل مع العينين. الانيشال ايفالويشن في الاستقبال لابد ناخد الحذر، ومعاه الدكتور احمد البيلي اهو، لابد الموضوع الدكتور اللي بيشوف العيان في الاستقبال يبقى يوزن الامور بحكمه اكتر، يدي فرصه يبقى ثريشولد الادميشن بدل ما يبقى انتي ادميشن. دكتور انا احنا الستايل بتاعنا كاطباء بيختلف من واحد لواحد، يعني حتى احنا ما كنا نواب ما كنا واحد يمر في الاسلام وعاوز ينقل حل العنايه، السينيور بتاعنا في العنايه يا اما يبقى انرجيتك جدا حتى لو ممرضه في القسم قالت العيان ديسترب كونشس انها تيجي ما يستناش ان الدكتور بتاعها يجي وبتاع، وواحد تاني دخول العيان في العنايه ده مشكله كبيره، يبقى همه يبقى هو انتي ادميشن ستايل. احنا الحكمه مطلوبه والا هنملى العنايه من الشارع، لكن الثريشولد الادميشن لابد يبقى محكوم، ما نبقاش انتي ادميشن دكتورز، لان انتي ادميشن دكتورز ده مشكله كبيره. ولا احط الانفستيجيشن في النسق الطبيعي بتاعه، وان لما يكون عيان سيفير جاستروانترايتس وديستربد ليفر كونشس حكايه ان اديله عامل اديله ازازه ملح وروحه وهو لسه ما نعرفش المونيتور بتاعه ايه، ما اعرفش الهيمودينامكس بتاعته ايه، ده شيء راشن اند شود بي ثوت. ويمكن لو العيان ده كان خد وضعه شويه وحط اندر اوبزرفيشن ما كانش حصل هذا الكلام.
الحاجه الثانيه اللي بحييك عليها الاوبزرفيشن والكلينيكال مونيتورنج والتصرف حتى لو حصل كومبليكيشن من السنترال لاين، لان ده كلام وارد في اعظم اماكن الدنيا ان ممكن يحصل كومبليكيشنز من الانفيزيف مانوفرز ولها نسب مئويه 2% مش عارف الموتورز مش عارف الموتورز قد ايه الكلام ده، لكن انت تعاونت مع الازهر سبيشاليتيز وكمان الاسئله اللي في وسط راسك ان انت عاوز واتس بيوند ادمشن، ايه اللي بعد كده الفيوتشر بلان، العيان بتاعك ده المفروض ما يتسابش كده والمفروض يبقى في ابروتش للسايكاتري بحيث يدلونا ايه البيست مانيبيليشن، هل احنا نتكلم مع الفاميلي بتاعته ولا ما نتكلمش، هل هو يتعمل له بروموشن ولو اتعمل بروموشن يتعمل له ازاي، القصه دي محتاجه فيردر ورك اب، لان ممكن يجي لك وعندنا قصص بهذا الشكل يجي لك مره وينتهي بمورتاليتي، فلا بد البيشنت ده يتعمل له يعني سايكاتريك ايفالويشن، واعتقد ان هو مع الوقت دلوقتي مرتفع وهو نفسه ممكن يسيك الادفايس ونساعده احنا برضو يعني يبقى في حوار ما بيننا وبين دكاتره السايكاتري في مثل هذه الاحوال ايه البيست مانوفر، وده يخلينا نتكلم في جميع التخصصات على الهايبروجينيك نيفروباثي وعلى الدراج ادكت، واعتقد في مقاله جميله جدا على الكلام ده موريه ان كل ما تسمعه يا دكتور رضا، انا عارف طبعا انت معمر ستيفليب انت عارف تقريبا ايه كل السندرومز، كل ما تسمعه من ايثيولوجي اوف اكوت رينال فيلير كان بي انديوسد باي دراج ابيوز، يعني ممكن تلاقي بريسنتيك، ممكن تلاقي جي ان، ممكن تلاقي نيكروتايزنج، ممكن تلاقي فاسكولايتس، ممكن تلاقي ثرومبوس ماكروانجيوباثي، كل هذا الكلام انديوسد باي دراج ابيوز، فلابد ان احنا نحطه في الايه؟ في الحسبان. انا بشكرك يا دكتور رضا ودكتور محمد، عاوز دكتور محمد اتفضل. دكتور رضا انا بشكرك برضه مع الدكتور حسين بصراحه جميله، احنا استفدنا منها حاجات كتير. اول نقطه اعتقد يعني الابروتش اللي ما كانش ابروبريت قوي في الاول في الامرجنسي ده درس لنا كلنا، ان اي عيان يجيب اتيبيكال برزنتيشن ايه اللي هيخلي عيان يجيب السن ده بهايبوجلاسيميا بالشكل ده. النقطة الثانية أنت أثرت نقطة الدراج أبيوز والتوكسيكولوجي والكلام ده، وأعتقد ده بي يعني بي بيرفع أويرنس قوي إن إحنا للأسف نسبة الأدكشن واضح إن هي بقت نسبة فوق اللي إحنا متخيلين. لما شد بالتفاصيل اللي أنت قلتها متفوق والكلام ده كله يبقى وبيلعب كورة يبقى عنده الأبيوز، أعتقد إحنا بنقابل كتير والدكتور عماد معايا بنقابل حالات كتير وبنقف قدامها ومش عارفين إيه الإكسبلانيشن بتاع الأكيوت كيدني إنجري، وبنفاجأ كتير إن هي فيها فعلا دراج أبيوز. وده بيخلينا في الورك اب، يعني انا يمكن هيخليني بقى بعد كده في الورك اب البرايمري بتاع اي حاله جالي انكسبليند وخاصه في الميدل ايج او في السن الصغير ده اعمل على طول التوكسيكولوجيكال سكريننج او الفريس، واعتقد الدكتور عماد يوفقني في الكلام ده في الايرا اللي احنا موجودين فيها. اشكرك تاني على تقديم الحاله هينه وطرحت حاجه مهمه، بشكرك على الابروتش والمانجمنت. حاجة تانية برضو احنا اولا شكرا جزيلا دكتور رضا، هي محاضرة حالة هايلة بصراحة. موضوع الكلورايد مش افيلابل في المستشفيات كلها، مش عندكم انتوا بس، ممكن احنا نطلبهم، ممكن اللاب يطلبهم، من لو كل ما هنطلب اكتر كل ما اللاب يوفر. دي حاجة شكر لنا احنا عشان برضو الوقت هنبدا نجهز دلوقتي لمحاضره الدكتور محمد كامل. في حاجه ثانيه عايز تقولها دكتور رضا ولا البروسيد ده لمحاضره الدكتور محمد كامل؟ انا كنت بس عايز اشكر حضرتك. لا 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 الشكر ده ما فيش شكر بينا، ده بالعكس انا عاوز اقول لك على حاجه. انت ان شاء الله باذن واحد احد يعني ليك مكافاه عندنا ان شاء الله، اللي اكلم الدكتور هنا حافظ يبقى ليك دعوه ان شاء الله دكتور المؤتمر السنوي للجامعه المصريه بصفتك التخصصيه وبهذا الشيء الجميل اللي انت عملته النهارده تستاهل كل تكريم، وان شاء الله يبقى لك تكريم من ربطه كده في اقرب اجتماع نعمله يبقى ليك درعه هديه نقدمها لك ان شاء الله على هذه على المفاجاه اللي انت عملتها لنا النهارده ان انت اديت لنا حاجه جميله. انا عشان الوقت لان الوقت طبعا من ذهب الوقت هنجهز حضرتك هيقفل البرزنتيشن وانا من عندي هنا البرزنتيشن بتاع محاضره الدكتور محمد كمال نصار.
كلاجيليا بالظبط اللي هي محاضره الانتراجينيتك هايبرتنشن. افتح دكتور رضا سامعني؟ كان دلوقتي نبدا المحاضره. انا يسعدني طبعا ويشرفني وجود الدكتور محمد كمال نصار، واعتقد تشكيل رابطه الكلى والدكتور محمد كمال هو المقرر العلمي لرابطه الكلى في الدقهليه. طبعا احنا النهارده كان معانا ثلاثه من نجوم اللجنه العلميه، الدكتور محمد كمال نصار، دكتور عماد مجدي، دكتور سامي الوصيف، ثلاثة يعني إضافة كبيرة جدا ومنتظر منكم الكثير. الوقت بسيب دكتور محمد كمال هيستفيد في الانتراجينيتك هايبرتنشن، وبعد ما يخلص المحاضرة بتاعته هنتلقى الأسئلة من دكتور رضا وزملائه اللي معاه في مدينة النصر. دكتور محمد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يعني الدكتور حسين كلفني النهارده اتكلم عن موضوع احنا بنقابله كتير جدا في الشغل بتاعنا، وهو الانتروداكتيك هايبوتنشن. يعني هنتكلم على بعض النقاط، انتروداكشن للموضوع، ريسك فاكتورز، باثو فيسيولوجي، اوت كم، والمانجمنت، وده الجزء اللي هركز عليه ده الاهم بالنسبه. زي ما احنا عارفين الانتروداكتيك هايبوتنشن از سيريس كومبليكيشن اوف هيموداياليسيس، ات كومبليكيتس ابروكسيميتلي 15 تو 30% اوف اول هيموداياليسيس تريتمنت اند اوكير more than 50% of treatment in a smaller number of patients. الوايد رينج ده اللي احنا شايفينه اكسبلايند ان في different criteria عشان نعمل definition، يعني مفيش consensus definition موجود. اكتر definition متفق عليه هو الكيدوكي definition اللي هو بيديفاين الانتروداياليتيك هاي بوتنشال ان هو decrease في systolic blood pressure اكتر من 20 ملم مركري على بدايه الجلسه، او المين arterial pressure اكتر من 10 ملم مركري مع وجود symptoms موجوده زي الفتيج والكرامبس والديزنس والديزنس. في ديفينيشنز كتير موجوده في الليتريتشر، في حاجه اسمها نادير 90، دي معناها ان المينيمم انتر دايليتك سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90، في نادير 100، في فول 20 معناها ان في البي هيموداياليسيس سيستوليك بلاد بريشر اقل من المينيمم انتر دايليتك بلاد بريشر اكتر من 120، يعني اكتر من 20، يعني الفول اكتر من 20، في فول 30، وممكن نعمل كومبينيشن اكتر من واحد. الفريكونس زي ما احنا شايفينها بيختلف على حسب الديفينيشن، لو استخدمت الفول 20 ممكن توصل لحد 68%، ولو استخدمنا الكيدوكي ديفينيشن المتفق عليه ممكن توصل لحد 69%. الريسك فاكتورز في حاجات بتخلي العيانين بتوعنا عرضه اكتر، زي طبعا الاولد ايج، الميل سكس او الميل جندر بيبقوا اقل في الانترا دياليتيك هايبوتنشن، الهسبانيك اسينيتي بيبقوا اكتر، لونجر هيموداياليسيس فينتيج اللي بيبقوا بقالهم فتره طويله على الدياليسيس اكتر، وجود كوموربيد ديزيز زي الدايابيتس، زي الكورونري هارت ديزيز، زي الهارت فيلير، وجود طبعا هايبر فوسفاتيميا، البودي ماس اندكس العالي اللي هو قلبه من الدايريتك يوز، انكريز ذا انتر دايريتك ويت جين، العيان اللي بيزيد زياده كبيره بين الجلسات ده عرضه طبعا اكتر يجيله، لور طبعا بري دايريسز ستريت بلاد بريشر، الالترا فلتريشن ريت العالي يبقى اسحب وزن كتير على وقت الجلسه، لور دايريزيت صوديوم، لور دايريزيت كالسيوم احيانا، وبعض الفاكتورز. الباثو فيسيولوجي بيجي ان احنا في كومبنساتوري ميكانيزم بتحصل مع الفلويد ريموفر اللي بيحصل بلازما ريفيلنج، وبيحصل كارديك ادجستمنت، بيحصل كمان ادجستمنت للفينوس تون، وزياده وتشينج في السمباثيتك فاسكولار ريزيستنس والارتيريال كومبلاينس. ده قصه البلازما ريفيلنج، زي ما احنا عارفين بنسحب فلويد بيحصل لنا ريفيلنج تاني من انتراسيلر كومبارتمنت، وده اللي بيمنع حدوث الهايبوتنشن.
بعض الاحيان بيحصل سيكوستريشن للريف تيشو فبتزود الاوزموليت بتاعت الانتراسيلولر بتمنع خروج الفلويد فبتقلل الفلويد او البلازما ريفيل والكلام ده بيزود فرصه الهايبوتنشن. ده اللي بيحصل مع الالترا فلتريشن اللي بيحصل زياده في السيمباثيتك نيرف سيستم الريسبيرتوري سيستم فبيزود البريفيرال فاسكولار ريزيستنس بيزود كارديك اوتبوت. بيحصل بلازما ريفيلنج مع حاجه اسمها ديجوجر كروجر ريفلكس اللي هو زياده في الفينوس ريتيرن بيزود البريلود. كل الكلام ده بيمنع حدوث الهايبوتنشن. طبعا لو في مشكله في النورمال كومبنساتوري ميكانيزم هيحصل زياده في الهايبوتنشن. يبقى احنا ممكن نختصر اسباب الانترادياتيك هايبوتنشن لحاجات ريليتد للريديوسد افكتد سيركيتوري فوليوم. اكسس فلويد ريموفال بالذات لو ريت عالي عدى 13 مللي بير كي جي بر اور. لو ديكريز البلازما ريفيلنج ريت لو في هيموريدج طبعا. وجود هارت بروبلم زي مايوكاردال انفاركشن ستراكشر هارت ديزيز اريزميا وبريكاردال تامبونات. امبيرد فازو كونستريكشن زي بقى اوتوماتيك نيروبس او هايبرتنسيف ميديكيشنز او حاجات ريليتد للداليسيس. طبعا الاسيتيك المانجمنت استخدمه او لو دايزيت صوديوم او بعض الفاكتورز دي كل اسباب الانترادياتيك هايبوتنشن. الاوتكم القصه مش على قد ضغط بس بيوطى اثناء الجلسه لا ده في حاجه كتير قوي يعني في كاردك اوتكم ان انا بيبقى عندي كورونر هايبوبرفيوجن ومايوكاردال ستانك ترانزنت اريزميا ترانزنت اسكيميا مايوكاردال اسكيميا اللي بتحصل في الهيموداياليسيس وراس ديسريجوليشن فبيبقى في ليفت فنتركولار هايبرتروفي. ممكن تبقى القصه بس يحصل ستيفنينج او اكتف يبقى في اريزميا ومايوسكيميا تبقى القصه فيجوال سيركل والعين تخش تاني في انترادياتيك هايبوتنشن وتستمر الحلقه من فوق. كمان بيبقى في زياده في الفاسكولار اكسس ثرومبوزس وزي ما احنا شايفين كل ما بيزيد الانترادياتيك هايبوتنشن كل ما بيزيد عدد مرات حدوثه وكل ما زياده الفاسكولار اكسس لوس او ثرومبوزس بتزيد. السيربرال اوتكم كمان مش على قد بس الهارت ومش على قد الفيستولا ده كمان كل ما المين ارتيريال بريشر بيقل اثناء الجلسه كل ما نيو اونست سيربرال اسكيميا نسبته بتزيد وكمان مور لوس اوف ريزيدوال كيدني فانكشن وزياده كمان في المورتاليتي بالذات لو استخدمنا نادير نايت ديفيوجن. ده القصه مش على قد بس هايبوتنشن لا في مورتاليتي زياده في كاردو فاسكولار اوتكم اسوء في فيستولا بيحصل لها مشكله وفي مشاكل كتير. ليه بقى الجزء المهم بتاعنا النهارده هو هاو تو مانج. المانجمنت استراتيجي هنقسمها لكذا نقطه. الايميديت مانجمنت طبعا كلنا عارفينه طبعا لابد نستبعد الاول اكيوت ميديكال ايمرجنسي زي مش عارف الميوكاردال اسكيميا الهيموليسيس ثرومبوز يعني الكلام ده كله. طبعا لازم اوقف الالترا فلتريشن العين بتاعي هيمو في الترينبرج بوزيشن اديله سلاين فلاش او البوم طبعا ما استخدمش البوم هيدي سلاين فلاش 100 200 مللي واعمل كونسيدر ممكن في بعض الناس تقول هيعمل ريدكشن بلاد فلو على ديبيت القصه دي شويه لكن الاساس هو الاستوب الالترا فلتريشن ترينبرج بوزيشن واعمل سلاين انفيوجن وطبعا لازم اشوف السبب بتاع الهايبوتنشن عشان امنع خروجه تاني. نعم تمام دي هتبقى في الحاجات الثانيه انا بتكلم على الايميديت مانجمنت ستراتجيز. هنقسم بقى اللونج تيرم مانجمنت هنقسمه لكذا حاجه. في حاجه اسمها فيرست لاين ميجرز تمام وفي حاجه اسمها سكند لاين بريفنتيف ميجرز وفي حاجه اسمها ثيرد لاين بريفنتيف ميجرز. الفيرست لاين هعمل ريأسسمنت للاستيميتد دراي ويت على عين كويس هعمل ريأسسمنت للالترا فلتريشن ريت بتاعي نشوف دلوقتي طبعا هعمل له كونسلنج اباوت ذات الصوديوم اند فلويد جولز وافويد فود انجيشن دورينج فايس. يبقى احنا لابد اول نقطه ان احنا نعمل كيرفول اسسمنت للدراي ويت بتاعنا. هنتفق على الايدل بودي ويت هو ده اللوست توليريتد بوست دايليسيس ويت ات ويتش ذيرز مينيمال ساينز اور سيمبتومز اوف هايبو اور هايبر فوليوم. الكلام ده بيجي ان انا بعمل ليميتيشن على قد ما اقدر للانتر دايليتيك ويجين حد الزياده اللي موجوده بين الجلسات عشان اقدر اوصل العيان للايدل او التارجت بودي ويت بتاعي. الكلام ده طبعا ان انا اعمل صوديوم ريستريكشن او ممكن ان انا اعمل زياده في الفريكوانسي بتاع الهيموداياليس. في اعتقاد خاطئ عندنا ده كلنا ان احنا عشان اقلل الانتر دايتيك ويت جين القصه ريستريكتنج فلويد بس او في الاساس هي ريستريكتنج فلويد. الكلام ده مش صحيح لان المين ديترمنت الاكسبريسور فلويد فوليوم هو الصوديوم تمام. سولت انتيك كتير وزياده الصوديوم كونسنتريشن بيعمل سيرست وبيخلي العيان يشرب كتير ولذلك السولت اند نوت ووتر ريستريكشن شود بي انفصلت. يعني ما اقولش العيان ما تمنعش الشرب خالص يشرب على قد حاجته قدر الامكان بس الاساس عندنا نقص الصوت عشان ما نخلوش يعطش كتير ويشرب كتير. النقطه اللي بعد كده طبعا ريفيو الانتي هايبرتنسيف ريجيمن. لو العيان بيخش في هايبوتنشن ممكن اوز هولد الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز قبل الجلسه بس ما خليهاش كومن براكتس. يعني مش اي عيان يغسل ما تاخدش دواء الضغط بتاعك قبل الجلسه خليه ريستريكتد للعيان اللي بيخش في انتر دايلتيك هايبوتنشن. ثاني نقطه ان انا ممكن اعمل ريفيو للدايليزيت كومبوزيشن الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبيكربونات.
بخصوص الكالسيوم زي ما احنا شايفينها في الاستوديو هم قارنوا بين كونسنتريشن اللي احنا بنستخدمه. اولا احنا عندنا كونسنتريشنز افيلبل من الكالسيوم هي 1.5 1.5 1.75 ملي مول بالليتر. احنا ضد خالص استخدام ال 1.75 لانه بيعمل بوست في كالسيوم لودنج وبيزود الكالسيفيكيشن. فخلينا نتفق المتاح بالنسبه لنا اللي هنستخدمه هو 1.5 1.5. لما جم قارنوا هنا لقوا ان استخدام 1.5 كان الاستروك بلد بريشر فيهم اعلى، الدايستوليك اعلى برضه، ايه الاستروك فوليوم اعلى، والبريفر فيسك ريزيستنس ممكن اقل. بناء على هذا الكلام ما قدروش يطلعوا يعني نصيحه واضحه ان احنا نزود الكالسيوم كونسنتريشن، ولذلك زي ما احنا بنقول 1.5 1.5 ما زادش عن كده. لو العيان بيخش في بوتنشال يبقى افضل اميل اكتر ال 1.5، واعتقد ده موجود في جزء كبير من المحاضره، لكن 1.75 ده احنا ضده تمام. تاني نقطه بعد كده الدايلازيد صوديوم. زي ما احنا عارفين هنا انا لو استخدمت لو دايلازيد صوديوم اللي هو من 130 ل 135 ده هينقص لي السيرم صوديوم وهينقص لي الاوزمولاريتي بتاعت الايه؟ بتاعت السيرم. ويبقى الاوزمولاريتي اكتر في الانتراسيلر فلويد. الكلام ده هيعكس البلازما ريفيلنج، هيقلل البلازما ريفيلنج والعين يخش مني هايبوتنشن. طيب لو استخدمت الهاي صوديوم اللي هو اكتر من 145 هيرفع تركيز الصوديوم، هيبقى طبعا اكتر من الانتراسيلر صوديوم. بيساعد جدا في البريزما ريفيلنج وهيقلل الهايبوتنشن، بس هل الكلام ده يعني ننصح بيه اي عين يستخدم؟ طبعا دي المودلز المختلفه للصوديوم بروفايلنج، ان انا ابدا فيكسد كونسنتريشن طول الجلسه تركيز عالي، ابدا بتركيز عالي وال اللي هي زجزاج لاين والكلام ده كله. لكن لابد اعرف ان الصوديوم بروفايلنج زي ما هنشوف دلوقتي زي ما له مزايا له عيوب. الميتا اناليسيز دي اتعملت على الصوديوم بروفايلنج تكنيك ولقوا ان الهايبوتنسيف ايفنتس فعلا تبقى اقل، لكن لازم اخد بالي ان الادفانتج اللي هي ديكريز ريسك اوف هايبوتنشن، ديكريز ريسك اوف انترا دايتيك كرام، او ديكريز ريسك اوف دايسيس ديسيكوليبرم سندروم مقابلها كمان ديس ادفانتج ان زياده الريت اوف هايبرتنشن انكريز دي الانتر دايتيك ويت جين، والعيان كمان ممكن يجي له بروبلمز. طب نعمل ايه؟ نستخدم صوديوم عالي ولا صوديوم قليل؟ النصيحه اللي احنا بننصحها دايما لو عيان بيخش في بلد بريشر ديسيكوليشن سواء هايبرتنشن او هايبوتنشن ميس الصوديوم بتاعه السيرم صوديوم بتاعه، ونعمل حاجه اسمها اندفيدولايزد صوديوم بريسكريبشن. ما ينفعش ان كل العيانين ياخدوا نفس تركيز الصوديوم اللي هو كله ستاندرد 140، لان العيان لو صوديومه 130 وانت بتدي له دايلازيت 140 انت بتعمل له بوزيتيف لودنج، ولو صوديومه مثلا 140 وانت بتدي له 130 انت بتعمل له نيجاتيف بالانس. فانا بقيس الصوديوم بتاع البيشنت وبحاول ادجست دايلازيت صوديوم بلس او ماينس 2 يعني 2 زائد او ناقص على حسب، لو هايبرتنشن بخليه ناحيه البوزيتيف ولو هايبرتنشن بخليه ناحيه النيجاتيف، بحيث ما ادخلش العيان بوزيتيف او نيجاتيف الصوديوم. طيب الالترا فلتريشن بروفايل من ضمن الحاجات اللي ساعات بنستخدمها ان انا استخدم هاي الترا فلتريشن ريت في الاول وبعد كده استخدم ريت اقل ابدا اقلل الريت، تمام؟ ما ثبتش عليها جدوى قوي في تقليل الهايبوتنشن. حاجه ثانيه تكنيك ثاني اجدد اسمه حاجه اسمها بايو فيدباك دايلسيس، اللي هو ان الماشين نفسها بتبقى ادجستد ان هي تعمل بلاد فوليوم مونيتورنج، وبناء على البلاد فوليوم ده هي بتعمل ادجستمنت الالترا فلتريشن ريت والدايلازيت صوديوم اكوردنج للتشينج اللي بيحصل في البلاد فوليوم عشان تمنع حدوث. اتعمل عليها استوديو منها الميتا اناليسيز دي لقوا ان هم اللي هي نقصت الانترا دايتيك هايبوتنشن بشكل واضح، لكن ما كانش فيه فيفربل افكت قوي على المختبر. وقالوا ان الماجورتي اوف ستادز دولت استخدموا البيو فيدباك اناليسيز دولت على ادجستمنت للصوديوم والالترا فلتريشن، وده كان احيانا بيعمل بوست في الصوديوم لودنج فكان بيدخل عيان يزود الفوليوم اوفر لود ممكن يفسر المرتبه. طب لو عملتها على الالترا فلتريشن بس وزي اللي اتعمل في الاستوديو دي، عملوا كروس اوفر مجموعه كنترول ومجموعه بايو فيدباك اناليسيز على الالترا فلتريشن بس، لكن عمل ووش اوت اسبوعين بدون اي حاجه وغيره، لو ان مفيش فرق في حدوث السيمتوماتيك انترا دايتيك هايبوتنشن الاسيمتوماتيك او وجود سيمتومز فقط. يبقى هذه القصه حتى الان لسه مفيش عليها اجماع قوي ان احنا نريكومند ان احنا نعمل بايو فيدباك دايلسيس. طبعا ده هيستدعي وجود ماشينز مخصصه لهذا الكلام وتكلفه اعلى. يبقى تاني عشان نقول الفيرست لاين ميجر، اهم نقطه لحد دلوقتي قلناها هي جود اسسمنت استيميتد دراي ويت بكل الطرق، ولو انا مش شاكك ان العيان ده قدامي فيه اوكلت اوفر لود او هايبوفوليميا ممكن زي ما الدكتوره سالم قالت استخدم حاجات مور انفيزيف زي الاي بي سي دايمتر اي بي سي كولابسبيلتي البايو امبيدنس لو موجود احاول ان انا اوصل للفوليوم الافرج بتاع البيشن. السكند لاين بريفنتيف ميجرز منها الدياليزيت كولينج. يعني ايه دياليزيت كولينج؟ ان انا انقص الاي سي كورتي بريشر بتاعت البيشنت وانقص الدياليزيت تمبريتشر نص درجه اقل منها، ده اسمه individualized dialysis cooling. لو ان هو بينقص حدوث الانتراديك هايبوتنشن بشكل كبير، المين ارتيريال بريشر طبعا اعلى في المجموعه اللي خدت كول دايلازيت، فاذا هو تكنيك سهل
مفيش في مشكله كل القصه انا بقيس درجه العيان وبنقص عنها نص درجه هيسيف العيان ممكن بيحصل احيانا بعض شويه ديسكومفورت او شويه شيفرنج بسيط لكن ده مش بيحصل بشكل كبير ويقدر يخليني ان انا منتين البلاد بريشر بتاعي. النقطه اللي بعد كده لابد اوسع الديفرنشال دايجنوست لو انا بستبعد او ظبطت كل الحاجات دي ولسه ما زال عيان بيشتكي من انترادياتيك هايبوتنشن ممكن اعمل ايفالويشن للاندياجنوزد كارديك ديزيز زي النيورولوجيكال ديزيز زي الاسكيميك ستروك انتراكرينال بليدنج سيجرز ذاز اكوليبريم بعد الكاردوفاسكولار زي كونجستيف هارت فيلير الاريزمي. دكتور رضا سامعني؟ ما كانتش ظهرت مساحه؟ سامعني؟ هي السلايدز ما كانتش بتعدي قدامكم مساحتها؟ انا حاولت ارن على الدكتور حسين يفتحها بس تليفونه مغلق. لا احنا خلاص بنخلص المحاضره. انا عمال اقول دياجرامات وحاجات كتير. تسمع الصوت واضح يعني. طيب يعني انا هاكد تاني على النقطه اللي احنا كنا بنقولها ان انا مش عارف للاسف ان السلايدز ان احنا عندنا سلايدز كتير يا سلايد واحده فيكس انا لسه عارف المعلومه دي دلوقتي. انا باكد تاني على الفيرست لاين ميجرز ان احنا اهم حاجه هي الاسسمنت للدراي ويك وانا احاول الميت على قد ما اقدر الانتراديتيك والجين بالاساس ان انا اعمل سولت ريستريكشن وليس فلويد ريستريكشن في الاساس في المقام الاول. اشوف الدايلازيت كومبوزيشن كالسيوم اتفقنا 1.25 1.5 لو في بوتنشال هبقى ميل اكتر 1.5 الصوديوم اتفقنا على الاندفيدولايز بريسكريبشن ان الدايلازيت صوديوم بلس او بلس ماينس 2 من السيرم صوديوم تمام. السكند لاين ميجرز قلنا هنبريسكرايب دايلازيت كولينج ان انا ناقص الدايلازيت تمبريتشر نص درجه اقل من الكور تمبريتشر. هعمل ايفالويشن كمان هوسع الديفرنشال دايجنوز بتاعي لازم اشوف حاجات ثانيه زي نيورولوجيكال او كاردوفاسكولار اذر ديس اوردرز تمام.
ازود الدايليسيس تريتمنت تايم لو عندي امكانيه لكده، ده هيقلل الالترا فلتريشن ريت ويقلل كمان حدوث الهايبوتنشن، او ان انا استخدم تكنيكس مختلفه من الدايليسيس زي الاتش دي اف مثلا، او ان انا اعمل بروفينال دايليسيس لو انا خلاص يعني هايبوتنشن بشارك في كل المحاولات القصه اللي بتطلب بالنسبه. السيرد لاين ميجرز بقى هي اخر حاجه احنا بنلجا لها لو كل المحاولات فشلت، ان انا اعمل انيشيشن للميدودرين قبل الدايليسيس، ممكن اعمل تشينج للدايليسيس. بخصوص الميدودرين زي ما احنا عارفين الميدودرين ده سلكتيف 1 الفا ادرينرجيك اجونست بي بريفنت الانترادياتيك هايبوتنشن باي مينتيننج سنترال بلاد فوليوم والكارديك اوت بوت. بنديه طبعا من 2.5 اول حبه 2.5 مللي جرام ل 10 مللي جرام 15 to 30 minutes before dialysis، وممكن ادي سكند دوز في نص الجلسه. جم في الـ في الـ في الـ في الريبورت ده قارنوا العينين اللي خدوا ميدودرين فيرسس العينين ماشي كنترول في امريكا، لقوا ان ما كانش فيه اي فيفرابل هيموداينامك افكت، لا البلاد بريشر اتحسن سواء بري دايليسيس سيستوليك بلاد بريشر ولا النادير ولا البلاد بريشر شينج ولا انترا داتا هي بوتنشال ولا الترا فلتريشن فوليوم. مش بس كده، لقوا كمان المورتاليتي والهوسبيتاليزيشن والكارد هوسبيتاليزيشن كانت اكتر في العينين دول. يبقى اذا واي الميدودرين ابيرز تو بي سيف اند افكتيف تريتمنت ان ذا شورت تيرم، the most recent evidence suggests it may be associated with increased mortality in the long term. It is wiser to select other options. The options كتير اللي احنا قلناها for treating intradiabetic hypotension and leave midodrine as the last resort. ولابد ان احنا محتاجين long term study عشان نشوف الكلام ده على long term الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا في medications تانية مش بنستخدمها كتير زي البازوبريسل اللي كورنتين، الكلام ده مفيش عليه اجماع قوي بهذا الشكل. يبقى تاني انا بعيد المانجمنت استراتيجي تاني. اول حاجه الاميديت مانجمنت خلاص ما احناش مختلفين عليها. فيرست لاين بريفنتيف ميجرز واحد واثنين وثلاثه هي جود اسسمنت للدراي ويت، ونعمل مينيمايزيشن للانتر دايليتيك ويت جين. بعد كده ابدا ابص على الانتي هايبرتنسيف ميديكيشنز والدايليزيت كومبوزيشن. السكند لاين ميجرز ان انا ممكن اعمل دايليزيت كولينج وان هي حاجه بنفيشال مش هتكلفني حاجه. ايفالويشن لاذر ديزيز سواء نيورولوجيكال او كارديوفاسكولار ديزيز. هنزود الدايليسيس تريتمنت تايم لو في امكانيه، او استخدم تكنيك ثاني زي الهيموداين فلتريشن او بروفينال دايليسيس. وهي اخيرا السيرد لاين ميجرز وهي ان انا ممكن استخدم ميدودرين قبل الدايس. وشكرا جزيلا. احنا طبعا بشكر الدكتور محمد كمال على محاضره انترنالتيك هايبوتنشن، وانا طبعا عاوز اخليك معايا هنا نفتح على الدكتور رضا بحيث ان نبدا الدسكشن. ما خلينا بس نسأل الأول. دكتور رضا ازيك؟ شكرا الحمد لله يا حسين. شكرا دكتور محمد على المحاضرة الجميلة الرائعة زي ما عودتنا دايما. هم المحاضرة تمام ما فيش فيها أي كوتشنز، بس هم كان في سؤال عن الانترا دايليتيك هايبرتنشن. طيب نخلي الانترا دايليتيك هايبرتنشن ده لنهاية الأسئلة في الانترا دايليتيك هايبرتنشن، علشان انا اسف القصه ساعات القصص تخش بعضها. نصف السؤال الانترا دايليتيك هايبرتنشن لان ده ممكن تبقى محاضره المره الجايه، ومن المعضلات فعلا الحقيقه اللي موجوده. فخلينا ناخد اسئله او كومنتس عن الانترا دايليتيك هايبرتنشن. وانا ايماني الشديد بالانترا دايليتيك هايبرتنشن خلانا جبناه في الماجستير اول امبارح سؤال تحريري للشهاده المهريه في الدياليسيس السؤال، لان دكتور الكلى لو ما عرفش يتعامل مع الانترا دايليتيك هايبوتنشن يبقى ما خدش منهج خالص. ده اساسيات الاساسيات. خلينا ناخد اسئله وهسالك. هبدا بسؤال ليك يا دكتور رضا. ايه اللي دكتور محمد كمال قاله النهارده وكان بالنسبه لك تغيير لمفهوم او تغيير لمعلومه انت كنت بتعملها او عارفها؟ اتفضل. هو موضوع ان احنا نعمل كولينج للهيمودياليز، كولينج للدياليزيت يعني. ايوه ما بنعملوش قوي يعني ما هوش مش متداول يعني، ما بنعملوش قوي يعني، او من ضمن اللاينز اللي يعني اهم حاجه عندنا طبعا نظبط الدراي ويت. مش متداول، اهم حاجه طبعا بنظبط الدراي ويت. الميدودرين طبعا موجود، بس كان في سؤال يعني كان في شورتج جامد جدا في الميدودرين الفتره اللي فاتت، وهو مش موجود يعني مش موجود عندنا حاليا. حتى طلبناه لما عرفنا ان هو في كراسه الوزاره، فكنا بنكتب حاجات ثانيه. فالحاجات الثانيه دي لها فاليو زي الهيمتا بيدول مثلا، اللي هو يمكن
الكول الموديلايزيت انا عاوز اقول ان احنا لابد نستخدمه، لانه انا بنقص الحراره، مش انت قلت له بنقص نص درجه، بحيث ان هي يعني ممكن تبقى دايناميك او ممكن تبقى انديفيدوالايزد اكوردنج للبيشنت كور تمبريتشر. بس يعني ممكن يبقى اثنين عيانين بيكسروا ضم بعض، واحد حرارته 37 والثاني 36، ده البيزل بتاعه، فهنزل نص درجه، واحده ده لازم تبقى 36 ونص والثاني 35 ونص. النص درجه نزول في حراره الدياليزيت ده هو هيبقى له مردود ايجابي جدا على الانترادايت هايبوتنشن، وهيخلي البيشنت تولريت الدياليسيس دون اضافه كوست. وده الجمال في هذه القصه، وده بيفكرني بقصه فيري فاني حصلت لي ايام طبعا الدكتور ونيم هنا في مركز الكلى. كان من ضمن اسباب تفوق مركز الكلى ان كان فيه مراقبه شديده جدا، فكان الدكتور ونيم يجي بالليل يمر على المستشفى فيخش على الغسيل، يا ابني انت مسقع الدنيا كده ليه؟ هو ما هو كان ده نفسه او يعني كان بيمر على السماء، ايش دكتور الوحده موجود فبالتالي يمسك دكتور الكلى يعاقبه، لا فيقول انت مسقع الدنيا ليه؟ اقول له لا يا باشا احنا بنسقع البتاع علشان انت لما بسقع المكان وبسقع الدياليزيت ده بيبقى له مردود ايجابي، بحافظ على المكان وحافظ على العيان لانه بيقلل انترادينيت هايبوتنشن. احنا اول موضوع كله دياليزيت، ويمكن الوقت فيه شغل بيتعمل على ماس كنترول ترايل في مستشفى الجامعه مع الدكتور محمد كمال والفريق اللي هناك على التستنج القصه دي، لان كان في بعض الكلام على انه الكول دياليزيت ممكن ياثر على الدياليس اديكوسي. حتى لو اثر هياثر تاثير بسيط، لكن المردود على الكاردو فاسكولار عظيم. في استاذ اتعملت فانكشن ام ار اي على البرين ثبت ان الكول دياليزيت بيحسن البرين فانكشن، فيبقى ده حاجه في ايدينا، مجرد تقليل حراره الجهاز بحيث العيان ما يرتعش، لان انت لو خليته يرتعش وشيفرين يبقى انت هتاخد جانب عكسي من السايد افكتس للكول. بس قيس حراره العيان، نزل نص درجه على حرارته، خلاص ذاتس ات. فده تكنيك كويس وبنصح بيه. يمكن الدكتور محمد عرض مشاكل الميدودرين، احبك تقولها تاني من غير سلايدز كده. احنا قلنا الميدودرين على الترايل اللي عملوها قالوا مفيش فرق على اللونج تيرم، يعني الحاجات اللي هي الارتيريال بريشر تشينج او الهايبوتنشن، بالعكس زود المورتاليتي وزود الهوسبيتاليزيشن وزود الهارت فيلير. هو ده قد يكون يبان ان هو بينفيشال على الشورت تيرم، لكن على اللونج تيرم ما كانش شيء، ما كانش له اي. تمام. لو اي حد من عندك هتفرض عليه سؤال في الانترادايت هايبوتنشن يا ريت يديله الفرصه يسال. تمام. اي حد تمام. هو كان بس السؤال لو في حاجه قلتها للميديو درين، يعني مثلا للميديو درين مثلا، لو الميديو درين مثلا في شورتج مش موجود، هل في مثلا حاجه زي الباسكول محمد معاك اهو، الحاجات اللي هي الهيبتامينول او الحاجات دي ممكن؟ هو موجود دلوقتي اعتقد الطريقه اصبح متوفر دلوقتي، واحنا كنا في فتره من الفترات برضه بنستخدم اللي هو الفلويد كورتيزون اللي هو الاسترون اتش. يعني ناس زي ما قلت لك دي حاجات كلها يعني بتقلل تاثير الدلاين ميجرز، في ناس استخدمه مش عارف سيرترين استخدمه ال كاراتين، لكن الكلام ده كله ما كانش او عليه او يعني بصراحه هو مدورين موجود دلوقتي تقدر تلاقيه، بس زي ما قلت لك خليه اخر حاجه بالنسبه لك لو القصه بالنسبه لك صعبه، وفكر دايما في الموديلتي. يعني بشجعك انت تبدا تفكر لو عندك نسبه كبيره من العينين، حاول تدخل تكنيك الاتش دي اف لو في امكانيه، والدكتور احمد موجود هنا والمديريه تقدر تسبورت كل لا. فبتصل الله أنها صعبة فتريد مع المتحدث. النقطة مهمة جداً قررها أنه أن أنا برضو أشوف العيان بياخد أدوية إيه، هراجع الميديكيشن وما تسرعش في إعطاء أنت هايبرتنسيف تريتمنت لغاية ما أوصل للدراي بودويت المظبوط. ودي يمكن الدكتور محمد قالها في الأول، ويعتبر ده الفيرست لاين، أن أنا يمكن كنت سمعت مرة محاضرة من أحد الأساتذة وبقول ايه البيست تريتمنت اوف هايبرتنشن للدياليسيس بيشنتس، البيست تريتمنت هو ادجاستنج الدرايفر ويت. فانا ما استعجلش في اعطاء انت هايبرتنشن تريتمنت، وخاصه ان لغايه النهارده ما نعرفش الايديال بلاد بريشر للدياليسيس بيشنت قد ايه. والاوبزرفيشن ستادز اللي اتعملت لقت ان السيستوليك بلاد بريشر قبل الغسيل اب 170 مالوش مردود سيء على الاوت كام بتاع العينين. انا هاخد من الكلام ده مش معناه ان انا اخلي الضغط 170، لا انا عاوز 140 90 قبل الجلسه. فبالتالي لما يبقى 170 وانا عارف ان ده مش هيضره اخد وقتي ان انا اقلل الدرايف ويت، ده هيديني فرصه ان انا اتمكن من عمل الدياليسيس
وان العيان ما يهبطش مني على الغسيل، لان لو انا بدات له الفا هايبرسنسيف تريتمنت والدارس في حد ذاته ممكن يقلل الضغط شويه، ممكن يقع مني ويحصل له انترفيرتيك هايبرتنشن. بعض وبعض العيانين اللي ماشي على بيتا بلوكر وبتاخد، احنا خلاص كل الناس عارفه المعلومه دلوقتي، ان لما بيجي ندي بيتا بلوكر على الدياليسيس كارب دايلول لانه مش دايلايزبل بنديه، ده هيبقى مفيد يا دكتور رضا للعيانين اللي عندهم انترا دياليتيك هايبر تنشن. اللي السؤال اللي انت كنت بتساله، يبقى لو العيان انترا دياليتيك هايبر تنشن يبقى دراج اوف تشويس بالبيتا بلوكر هو كارب دايلول لانه مينيمالي او نون دايلايزبل او مينيمالي دايلايزبل. لكن لو العيان عنده انترا دياليتيك هايبوتنشن بلاش منه، يبقى لو الترند انترا دياليتيك هايبوتنشن وهو ماشي على كارب دايلول ممكن اشيله واحط حاجه زي الميتوبولول، وخاصه ان الاستاد طلعت الميتوبولول از اسوسييتد ويز لوور مورتاليتي ان كومباريسون للكارب دايلول، وكان السبب ان الكارب دايلول بيزود الانترا دياليتيك هايبوتنشن. فلو العيان انترا دياليتيك هايبوتنشن ده المين بروبلم بتاعته، يبقى ده اديله ميتوبولول لو هو ضغطه عالي ما بين الجلسات. لو المشكلة بتاعته انترا دياليتيك هايبر تنشن يبقى ده يناسبه الكارب دايلول، يبقى ده برضه بقى احد الايه البيت فورس. طبعا لابد ادور على ايتيولوجي، يعني لو الكاردياك ده مهم نعمل ايه كارديوجرام. موضوع الاكل على الجلسات والكلام ده ما اعملهاش على الاطلاق، ممنوع الاكل ممنوع الاكل. لا، لو العيان عنده ايبيسودز اوف انترا دياليتيك هايبوتنشن ده ممكن ساعتها، وعملت له مونيتور لقيته بياكل وهو السبب في نزول الضغط، يبقى ساعتها امنع الاكل بالنسبه للشخص ده. واحد ثاني ما يحصلوش ايبيسودز اوف هايبوتنشن ما يحرموش من الاكل، وخاصه ان احنا بنغسل اجنست جلوكوز فري دايلازين. اي سؤال للقصه دي لو حد معانا او كل معتصم من الدكاتره اللي بره مدينه النصر وعاوز يسال سؤال يا ريت يرفع ايده بحيث ان احنا نديله الفرصه يعلق معانا. في حد رفع ايده ولا اتصل؟ الدكتور محمد عاطف اتفضل. محمد عارف اتفضل. السلام عليكم ازي حضرتك دكتور حسين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. هو معظم الحاجات الحمد لله يعني معظمنا بيعملها، موضوع الكولينج وفاليديت هي مشكله، بس في موضوع برضه اللي الاديوكيشن اوف ذا فيجن، يعني ناس في كتير بيبقوا زيتين مثلا 4 كيلو 5 كيلو ما بقاش عندهم، ما بقوش فاهمين النقطه ده ان ده ممكن ياثر عليهم، ان احنا ممكن هنفحص او هنعمل الترا فلتريشن اكبر هيدخلوا في انترا دياليتيك هايبوتنشن، وان برضو السولت برضو ان هم بياخدوا سولت كتير. هم القصه ان احنا برضو لازم نتكلم مع العيانين نحاول نفهمهم النقطه. جميل، انا بضم صوتي لصوتك ان احنا لابد ان احنا نثقف البيشنتس وازاي ما يزيدش ما بين الجلسات، لانه لو زاد ما بين الجلسات زيادات كبيره هضطر اشيل كميه كبيره من الالترا فلتريشن او الالترا فلتريشن ريت بير سيشن هيبقى كبير. وطبعا عندنا معادلات، احد المعادلات اللي لو تحت ال 10 يبقى كويس، 10 مللي بير كي جي بير اور الترا فلتريشن اللي معقول، من 10 ل 13 بوردر لاين، فوق 13 مللي بير كي جي بير اور ده بيزود الريسك اوف كارديو فاسكولار مورتاليتي. المفروض ان انا ما اتجنب القصص دي بتثقيف البيشنت انه ما ياكلش الاكل اللي فيه ملح، لان الملح كتير هيخليه يشرب ميه كتير فيجي لي زيت كتير. الحاجه الثانيه ان ممكن ده يلفت نظرنا، صح احنا مش من انصار الصوديوم بروفايلنج زي ما الدكتور محمد قال في المحاضره، لكن انا لو بقيس الصوديوم في بتاع العيان، ولو احنا هنا بنقيسه في عندنا في وحده غسيل مره كل شهر قبل الغسيل، وده ينصح بكده، يفرض انا ما بقيسوش مره كل شهر وبقيسه مره كل شهرين، العيان بتاعي الصوديوم بتاعه 136 وعنده انترلايتيك هايبوتنشن، اخلي الدياليزيت صوديوم 100 138 140، لا الصوديوم بتاعه 130 اخليه 132 134، يبقى دايما انا فوق السيرم ب 2 ل 4 ملي مول بالليتر ما دام عنده تندنسي للهايبوتنشن. لو عنده تندنسي للهايبرتنشن ده انزل، يعني او ابقى ذا سيم لايك السيرم صوديوم، لان لغايه النهارده ما احناش عارفين الايديال دياليزيت صوديوم قد ايه. يبقى ده برضه نقطة، لأن أنا لو العيان بتاعي جاي الغسيل والسيرم صوديوم بتاعه 132 أو 130 وأنا عامل فيكسد
دياليزيت صوديو 140 يبقى كل جلسه فيه بوزيتيف جين من الدياليزيت. هيطلع من عندي يشرب ميه، يشرب ميه يجي لي زياده في الوزن، اقوم اضطر اشيل كميه كبيره. ساعات ما بيغلب غلبنا مع البيشنتس ساعات بنسيبهم المور فريكوينت دايز، يعني بدل ما يكسب 3 مرات يكسب 4 مرات. طبعا القصه دي لغايه الصعوبه ان انا اعملها في ان سنتر دايز. فيبقى الكلام ده كلام مهم جدا ان انا اراجع الدايت، اراجع السولت انتيك، اثقف البيشنتس ان الميه ما يزيدش في الوزن ما بين الجلسات، وخاصه العينين اللي هم انيوريك على الغسيل. انا بتهيألي الموضوع موضوع مهم. والدكتور مع الدكتوره سلوى علي هنا عاوز اتكلم. هندي الدكتوره سلوى المداخله. بس كان في فكره، كان في فكره بنعملها في الاسسمنت اوف درايفد ويف ان احنا بنقيس الاي دي سي دايمتر ونشوف الكولابسابيلتي اندكس ونخلي التارجت بتاعنا بين 1.5 ل 2.5 اي دي سي، وده ايكوال لسي بي بي مثلا من 5 ل 10. تمام. فالاي دي سي دايمتر ده حاجه سهله جدا بتتعامل بالبورتابل الترا ساوند. البروب بيتحط سوبرفيشال على الايبيجاسترين وبيقرا الاي بي سي. انا كنت عامله صوره كده نفتح انتوا انا كنت شايره ماشي ما بغض. فدي ممكن تقيس لنا الدرايفد ويف ببساطه في حالات بقى لو العيان عندنا فيه، لو العيان مثلا اوفرلودد او في ايديما رولينج سيجنيفيكانت وفي نفس الوقت في ماسل كرام. بتحصل عندنا لما بنحاول نقلل الوزن المثالي للعيان يحصل له ماسل كرام وما بنبقاش عارفين ان ده انا استاذنك شيران من الموبايل بتاعك لان هي مش هنا عندي عشان شيران من هنا. الدكتوره سلوى طرشت نقطه مهمه جدا اللي هو درايف ويت هاو تو ايفالويت. احنا عندنا كذا طريقه في الكلينيكال ان انا بقيس الضغط وبشوف العين وزنه ايه والكلام ده، وفي عندي احد الميثودز زي الجهاز اللي بايو امبيدنس. البايو امبيدنس احنا يعني قناعتي بيه لغايه النهارده الايفيدنس بيز مش قوي، لكن ممكن الجا له في العينين اللي هم الضغط مش عاوز مش مظبوط معايا هايبو او هايبر. الاي بي سي ممكن يبقى هنا اجود سبورتيف تول انه يساعدني فعلا هل ده دريبود ويت ولا لا. فانا ممكن في العينين اللي فيهم مشاكل في حساب الدريبود ويت استخدم وسيله مساعده. يعني انا في الحاله دي اعتقد ان الكوست وايز البنفيت هتبقى اكبر لما استخدم وسيله مساعده مع الكلينيكال جادجمنت. دكتوره سلوى عاوزه ترفع الصوره ارفعها. هي كانت طلعت بس هي اهي تطلع اهي اهي. تعالي هنا بقى ثاني. سيب الموبايل يعني مش مشكله. يعني ده انت عشان تقول انت قست ايه هنا؟ هو البروب حضرتك بتحطه البروب بيبقى يعني موازي للميدل لاين بس برا ميديان على الرايت سايد. لو حطيناه هو ميديان هو مش هيعرفه من اوفر فكره. بس هو دلوقتي طالع هنا ده ايه؟ طالع هنا ده الاي بي سي. الاي بي سي المتقاس ده طبعا الليفر وده الهارت وده الاي بي سي. تمام. بنعمل الام مود يطلع قدامنا القرايه دي. ده كده لو قسنا الدايمتر بتاع الاي بي سي بنقيس الماكسيمم دايمتر والمينيمم دايمتر. تمام. ونقسم الماكسيموم من المينيموم ونقسم على الماكسيموم. ده يطلع لنا حاجه اسمها الكولابسيبيليتي اندكس. الكولابسيبيليتي اندكس لو اقل من 50 ليها معنى، ولو اكثر من 50 ليها معنى. لو اقل من 50 والاي بي سي ده اكثر من 1.5 ل 2.5 ده معناه ان السي بي بي بتاعنا من 5 ل 10. لو اكثر من 50 لغايه 100% ده معناه ان اعتقد الفكره. شكرا استاذ عطاء. الفكره كده وصلت. وانا يمكن في الكورس بتاع المدرس اللي فات قلت ان احنا لابد نشجع حاجات زي كده، لانه جهاز الترا ساوند دلوقتي موجود في معظم الاماكن، جميع المستشفيات فيها الترا ساوند، وهي القصه مجرد اورينتيشن. يعني ممكن دكتور الاشعه يعرف الدكتور الكلى ده المنطقه اللي بتحطها البروب، وده الاي بي سي قدامك اهو. ده ايه الاي بي سي؟ عرفت تجيبه؟ اه. طب هاته كمان في عيان في هات كمان في الثاني بنقيس كذا 5 زي ده. في اكثر من ذلك انه معظم الوحدات الدارس اللي هي الجود كواليتي بيخلوا النيرس يقيس الاي بي سي بحيث يبقى ده اوجمنتنج الكلينيكال جادجمنت، بحيث تبقى عارف العيان ده اوفرلودد ولا مش اوفرلودد بقياس الاي بي سي. فطبعا ده اشكرك على هذه المداخله
عظيمه جدا. لو في اي سؤال تاني يا جماعه دكتور رضا معايا معاك يا دكتور حسين. في اي سؤال في اي حاجه تعليق عاوز تضيفه؟ شكرا دكتور حسين. شكرا دكتور حسين. دكتور نهال معانا على الخط يا متصل، افتح دكتور نهال عاطف كده نسمع منها كلمتين عشان نقفل بقى. يا دكتور حسين مع حضرتك. دكتور نهال ازاي؟ ازي حضرتك يا دكتور حسين؟ منوره الجروب. كنت معانا من الاول؟ اه بس للاسف النت فصل عندي في نص محاضره الدكتور محمد. طيب احنا سعداء. ليك اي مداخله عاوزه تقوليها؟ لا ابدا، بس المحاضره جميله والحلقه الاولانيه بتاعت الدكتور رضا كانت جميله جدا. وفعلا حكايه الدراج ابيوز دي بقى لنا بنشوفها كتير جدا جدا، والمفروض ان احنا فعلا نبقى يعني نحطها زي ما الدكتور محمد قال بعد كده في السكريننج بتاعنا لكل حالات الاي تي اي. جميل جميل، بنشكرك على المداخله، وانت بتاكدي على نقطه من التيتشنج بوينت المهمه للقاء اليوم، ان الدراج ابيوز احنا اتعلمنا ان الهيدروجينيك كوزز مهمه جدا. الهيدروجينيك معناها الدكتور هو السبب في القصه. لكن الدراج ابيوز النهارده بنقول ان البيشنت هو بياخد ادويه من ورانا، وانه الحاجات دي كلها مهمه. انا على احنا الوقت عشان احنا بقالنا تقريبا ساعتين على الهواء. في نهايه هذا اللقاء اللي انا بعتبره نجاح رهيب جدا للفكره ورابطه الكلى والمجموعه اللي معانا النهارده، بشكر الدكتور رضا ومجموعه مستشفى مدينه النصر كممثله للمستشفيات العامه بالدقهليه، احسنتم واتمنى لكم كل التوفيق والسداد للدكتور رضا وكل الفريق اللي معاه، دكتور فهام يا رئيس قسم الباطنه، ودكتور جمال حبيبنا مدينه النصر في القلب، وان شاء الله نبقى مع بعض على طول. والدكتور احمد البيري قال لي ان كان الجماليه معاكم، نشكر فريق الجماليه، ان شاء الله نتواصل معاهم قريبا. بشكر كل الدكاتره اللي كانوا معانا على الهواء من بره مدينه النصر. طبعا مفيش كلام اوفي بيه الدكتور معتصم منسق الميتنج، وعلشان اختم بقى لازم اشكر الساده اللي شاركوا في اسراء المناقشه، دكتور محمد كمال نصار، دكتور عماد مجدي، دكتور سلوى اللي هم اعضاء اللجنه العلميه رابطه الكلى الدهليه، والمحاضره العظيمه للدكتور محمد كمال نصار في نهايه الجزء الثاني من اليوم. اعتقد محاضره جميله واضافت بعض اللمسات، وانا سعيد جدا ان الدكتور رضا قال انه الكول والجلازيت شيء مهمل، تكنيك مهمل، رغم ان هو اعتبره من اللحظات الادراك ومالوش سايد افكت. عشان له سايد افكت يبقى لازم انص درجه تحت الكور تمبريتشر. دكتوره سالم عاوزه تضيف حاجه؟ هناخد اخر مداخله. اتفضلي. عندنا العيانين بيبقوا احيانا حضرتك العيانين بيبقوا اوفرلودد لدرجه ان احنا لما بنعمل لهم دياليسيز من غير الترفيكتريشن الضغط بيوطى فجاه. فممكن حل للموضوع ده ان احنا نعمل ايزوليتد الترفيكتريشن او حاجه اسمها سيكوينشال الترفيكتريشن، بحيث ان نعمل الترفيكتريشن للعيان الاول مسافه ساعه مثلا نسحب فيها اكثر كميه ممكنه لو 2 لتر. احنا يمكن دكتوره سلوى الكلام ده كنا بنقوله واحنا نواف، يعني الكلام ده كنت نفسي 93. اسمعي يمكن دلوقتي الستريم والبوبليكيشنز والكلام ده مش في صف اقتصادي قوي. لا انا معلش دكتور محمد، انت تشجع القصه دي بعد المحاضره اللي انت عملتها ولا ضد الرزم؟ لا مش مرتاح لاوفر. وانا يعني طبعا مش حابب اعترض على الدكتوره ساره، بس هو يعني انا معلش اعترض على النقطه دي. قصه سيكونشال الترافيكتريشن انا بعمل لوست لوقت من الدياليسيس، مش لها بنفيت يعني. حتى لما كنت بحسب قبل البابليكيشنز والكلام ده كله مالهاش بنفيت. بس انا ممكن طبعا يعني لو الدنيا خلاص مقفله، لكن خلينا نرجع لتكنيك ثاني دكتوره ساره، خلينا نستخدم هيمو دياليسيس، خلينا نستخدم فريكوانت دياليسيس، خلينا نستخدم لونجر دياليسيس ديوريشن. اعتقد عشان على ما يبقاش على حساب العيان انا اصلا دايسس افكاسي عند الدايسس. لكن طبعا لو القصه خلاص يعني انا محدود في الاوبشنز طبعا يبقى لها دور، بس خلاها تيجي ورا شويه. يعني هي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، لو الهيمو دايسيشن مش افيلبل، لو احنا عندنا العيان كبير الاوفرلود زايد 7 كيلو او 5 كيلو، ممكن في الفتره ديت نعمل بس ماشي. انا موافق، بس ما تبقاش هي الحل المستدين يعني تبقى حاجه ترانزنت كده لغايه ما استبلايز البيشنت على الفوليوم بتاعه. ممكن انا استفيد ان انا اعمل فريكوينت داليس او اديله سيشن زياده لغايه ما اظبط
الايرجنس اللي موجود، وبعد كده اظبط معاه الشرب واكل الملح والدم. فاحنا لابد ان ننهي الاسف. احنا طبعا بشكر الدكتوره سلوى على المداخله لانها اثرت في الدسكشن. بشكر الجميع، اتمنى لكل اطباء الكلى في الداخليه مصر كلها والوطن العربي كله التوفيق والسداد. الكلى طبعا اطباء الكلى فعلا واضح ان هم عندهم يعني استناره وعندهم اخلاص شديد، وهم تقريبا بيرنت اوت من العمل المستديم مع البيشنتس. فطبعا احنا دي شغلتنا ان احنا نتحمل الكرونيك كيدني ديزيز والدياليسيس والكلام ده بصدق، لانه ما فيش احسن من الصحه. اتمنى للمصريين كلهم ولكل الناس الصحه والتوفيق والسداد. بشكركم لحسن الاستماع، واتمنى طبعا نتقابل في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.